شلامة شلامة خرزة شلامة بشمتوني لي كل يوم من تروشة با القروتة ديلا مرترزي مغديق طبت كت يوما طاري روثا وخمة ديوما مثل دبابة وساوة دورك يا ثم شخل بي طبت أمانة مشحثة يعني شعر طب مشخل بي مغديق علوم وتكنولوجيا هل تعلم قصص مختارة وأبراج خرزة شلامة بشموتني لي كد يوما من برسقالة كالدايا شلامة شمان حبيوة أدران خرتقة موخن بكلاثة خذتة ديلة بقتة متحكيمة إلى خواصة محاورة مفتوحة تكل شمات برسقالة كالدايا إن أتوخن أي بقارة تحكيمة تاو إديو أمان إيبوخن بقروتن الإديو قاوت أتكليسة بتاو أمان دكتور ستيفان جليانا من أثرة كندا وموضوع ديت محكي خبقاوح إلى الطب البديل وعلاج مرض السكر بيتكليسة أكيد بتاو يا خاثي رانيا جميل أمان وأدها بمالوخن خكمة نياثة أموخ أشعار دمخشكة بس ما جيانا خاثي جينان شمعني ميقرا دغدا ميرا خاثي جينان دهام قم خبينا أثكليثة كبيرة كليثة بالسمتيلة وإبا أكيد مر يعني فائدة من ديان دا أمري طالن دكتور فقمد أورخ الموضوع بمران شلام اللوخن شمعني ميقرا قدم توخن برخ تورم شوخن بريخة ميكدي وتنتيوة بشماء إلن ضيتو تبسمتا أخني سوراي مشي حاية كلنا متغذاذ ومريا أكيد بتاو بناثا تخاطر تاوي بالدكتور دم قادم خكمة من ديان طاوطة لوخن خاصة الطب البديل وعلاج مرض السكر نعم. أني إديو يعني يوم حل إيثن دها إيت نساخوت السكر ولا جعل لها دخفريتا هربين خاء وخاء إيثن زور وراب إيه فآخا الطب البديل ليل بمارة أو تكال درقل الطب العادي لا مكمل ليل إنه إشقل درمانة بس إما الدرمانة ما بوضت هم من ديانة فشمان عزيزة التوخن هادخ فرصة مخدهوة إيبوخن متصلوتن قاوت برسقالة كل داية ومحكوتن أم الدكتور ستيفان جليانا هربي خاي وآوة يعني أمو خبر حاب الصدر كم جاوب خناشة مكيخة ومن دي حلوية بقاوح كم شاري لك ليثة أم تسلوثة 100% عدلتي لا وخشوان خاتي جنان دها طيلا الأرخاثة دي أوتي تشماء أنت تاوي بين متصلي أو تابد ما طيل الدكتور أكيد التن الأرخاثة مش خلت بأخوانا عدنا منصور للبش وقا قصور طالا إيبو خنشمان عزيزة متصلوتن عن طريقة ماسنجر دخلنا عدنان منصور أو إيميل caldeanradio@gmail.com يبوخن مخبروتن إلن التليفون دي دندي 1619-635-3364 أني ناشط أطرة أمريكا وكندا إبت متصل بترقم ناشط أطرة عراق وأوروبا إبت متصل بقاون عن طريق واتساب أو فايبر قاقة ميث بدريوتن غذيلة 001 وبطر ديخ بدريوتن تليفون دي دندي 619-635-3364 أكيد بس ما جانا خاتي جنان كمر جينا مريا شماء مصط لخن الخاتي جنان وإذا لخن أرخاثة دي بأخذ ماطوتو إلا نبقوي تخاطر تايا بأخذ ماطوتو من خلال دين الدكتور ستيفان وخش وان دكتور ستيفان بش لأمن ألو 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 بش ما أيوة بش ما أخي وان رانيا أمه خش لامد مارن اللوخ دكتور مريا نعطيها خرانيا شتامت مريا منك وخ أنا وخاتي جنان أكيد وشماء ولا بشماء دم شارخ لأث إيتوتا بخكمة نياثة بسيمة دك مقرب الطالة دش أنت بخيالة مريا بس أمطالب غبطلوتا دخل ميرخ دها مريا تدمبارخ خرزديا ومبارخ لن ونعطيها أكيد بيجي يوما وطاشت إيد الإيشة تدبسنا كل إيدي لي كريهة وكل إيدي لي أمريئة لأن بلا بركة الإيشة وبركة بابا شميانا لابن دو دخشمدي وتنروق بقشة دي المنى دي لأولا خيريتوة حلوثة فتخوخ بك بابا كإقارة شمي بابا شميانا شخوخ بشمه مكلية لبن لأن إيركسي وأبقاوي إيشة إيوخ وكرخشو وبعوخ خاين كشلي كله كش بحكة من قرخة ديشة كما يقولن فرقانة ديو طيبوثة ديوك وبشباقة ديو مبارخ خرزة هلن بركسة
ولا شوق البرناشة متعلق البرناشة أخنا مناشة كم فالق ماري تعلق داو داو خاي عايتي وتعالهم وعايتي وتنبسنانا وعايتي وت كل من دي طالع ودقت كلمة الفترة تدعوك لبعض عالهم كلية لبا وكلية ديانا وكلية خايا وكلية كحمنكا باوك قريبا خديانا وأدوات يا خطة تبدأنا خافت والريشة الباوك أخذار دخل كن بعدتا مبارك لنا مقابش لنا وهلا شياكة بريخنا تطفقوا تقاوه بكلا شم ديشة بطلابي وخير جوخ القدشة شم الباب وبرونة والقدشة أمين أمين أمين. طبعا بمخلوق قدم تخبرخت دكتور وصباح الأنوار والأفراح خافي جنان نعم. الحمد لله مشتاقين من إيش بستفت له هل دها دهش ملنا تقاله مريم عطيره سنتة مريم عطيره طبعا التن كبيرة من شمائن شمائن تبرسقالة كل داية لبقواردها أمن قاود فيسبوك تبرسقالة كل داية بكثاوة خشلة محلوية طالوخ يعني منن ومنوغ بمخليقة نوخن بالسمتة وإن توخن أي بقارة أي بخن تكثوتن إلي الفيسبوك تبرسقالة كل داية وكن فضلوخ إن تمتصلوتن بش كبيرة لأنه إيثن كبيرة من ديان كموتن إلي لازم دكتور ستيفان انه باقر اخن خكمة من دان خنة تخاطر اقول له اخن اموخ معلومة بش اوضح بش مفيدة نعم وطب... نعم مريم خافي جنان وطبعا هم انك بوخ متخرج شمان عزيزة انه ادي موضوع دي نبتاو الطب البديل وعلاج مرض السكر محولوخ انه يعني توخن بقارة تاو بيت موضوع عن مرض السكر نعم. تاو خاصة يعني أموخ بش فوكس أو أفكار ديا بش محددة الخمن دي طبعا مرض السكر للبس إنه مندي معين لا كم آثر الكل صاخصة قشمة أو أي مندي بتم باشق لطالن دكتور ستيفان قليانا بلي خشوان بدش أنت دكتور إن مشارت بس ما يذئتن أخني وشماء يعني بوقارة قماية ما قد لازم تاو نسبة السكر يعني معتدل أو طبيعي بقشمة برناشة أخوان في لغة درس سخلي من ديانا بغدادة بس يبي ديون معلومة زرت عن مرض السكر يعني FDA أمريكا يعني أو كندا نفس تقريبا الأرقام إتن بس أخني كرشوخ انترناشنال أمريكان كرشي إمبريال قبل يعني الحين سكر لازم داو يعني قبل افطارتا لازم داو بين 90% و 30 مجي بير ديسيليتر قليلة نعم وكداو مثلا بغدايا يا عشايا او شغلت سناك هم لازم داو بين 90% و 30 نعم وبعدين تتسع بطر إخالة داو بحدود يعني 140 ولا أقل 160 وداو الديبتاين يعني قدام خوخ جول دي أنيلة يعني هدف دي أن داو لا أكثر يعني من 130 بس داو قارخ أو درسخ أو محكوخ بش كبيرة قاود من ديانا المعلومات يعني خازوخ لي FDA أمريكا داري لي وداري لي عن قياسات طلب داوية الشيخ المعالجي مريض فبس احني خمس دعوان بس موضوع شوقت ناوية تستار عدنان دم بولتوان جروب وان صورت قميسة مشارو داوة وبعدين زيدوخ محكو اخنا المنديانة مرض السكر بس استعدنا نطلطلة صارت طالع ده دم بلطلة بس خد دقيقة زمان اي ده ثالة اوكي نعم اوكي احنا محتوانا بشكل فتوى على عن الجهاز الهضمي نعم ومكملوانا ان الجهاز الهضمي يغذيوانا بانه من مضرات الجهاز الهضمي فالإيدي أخنا ما تلوخ محكوخ من مشاكل الجهاز الهضمي
كنت أخني لوخ بخالة إخالة طاوة ومحكلة كبيرة بأي شفتة ميغان لازم ادرحقه من مليان شميان سكريات كربوهيدرات وستارتشي لي ومحكلة همينا مشاكل تكوذي لي كربوهيدرات من ناحية كانديدا وفانجل وورمز ومشاكل خنة تكوذي لي قاوز الطغر البرناشا فإتيو أخنا نفيدو محكوه بأنه برناشا ما كاخر ومطير إلى أخي ميران الأمعاء وأمعاء دها كم دريالة يقاود قاود بلط ستريم دي الدمة ودها يجي محكوخ الأردن اللي أنا محكوخ البنكرياس ومحكوخ الليفر دي الكبد ومحكوخ الجول بلادر ومحكوخ السفلين ذكرني إذا عجلان كم دريالة يصور إيه كم دريالة كم داريلي سوا لكن أنا جيبي ديري بطلاقة إن إيه بخ أو ذات أبديت يعني ما دخله وما هي لقاخرته إيه احتمال بلطة صورته بلا قبار رقصة الأخير عفو دكتور ما دخله صفحة أخني فيسبوك ودور إلا حقاخرته لايف بلطة جيبه بخ أكيد يعني ريستارت يا أوكي وهنا ريستارت جيبي على متلاوغ بطلة على أنا كيبين أكيد أوكي ذاك موزننا ليربي وعلي جيبي أوكي لتسي دكتور ما يروخ دي محكو خل بنكرياس والكبد والمرارة وأو من دي خرايا ما واوا العقل والبشمين ايه نعم. بشماوخ أم بماروخ ألو دكتور محكي ايه ما يروخ ايديو محكو خل بنكرياس والكبد والمرارة وما هي الأومن دي خرايا ايه ومحكو خل سبلين أوكي. طيب أنا ليه بطلاطة جيبي في المشكلة يجوز كنت شخص خبريت تام نعم فأخني ما نعرف يجي محكوخ البنكرياس ومحكوخ الكبد ومحكوخ البلبر ومحكوخ الكبلين الصورة الأولى مطلطنا جيبي في خرطور خيري جدا مطلطنا الصورة الأولى إلى المخزوية أول صورتة من اليسار ناوية بسر عدنان بن طولوط لطالة نعم المخزوية جهاز العظمي كبرناشا احنا والمخزوية انا اعضاء زيروك محكوخ الليهم اتن اي لون دي القهواهي الليفر ليس عزالا قويا على مدة لما ضيعوا وقتا قويهم ف ناويت مثلا تنكرياس بيشا يوجد بزايا كلا بياشا تنكرياس كلا بياشا تيشا خلف بالسمك دي لأمعاء وبعدين تنقول بلاجر دي لأي يروح تدي له بطلاطة من كبت ونزال الصوت التريس تاب عدنان المرجمة تتكلين تتخذوخ لبس تقريبا بنسجي الشكل الصورة الثانية فاتمخزيالا كبد واتمخزيالا تنكرياس بيش لغتيال دفتامة البطرة ده اتمخزيالا جول بلادر واتمخزيالا سكلين يتحال قاود عقل اللغة العربية نعم فأخني ما كيبوخ جودو خزيو كيبوخ تخازو كنت كمشاقلوخ لأخني ألقي خالة من أمعاء ألقي خالة كمشاقلوخ من أمعاء ما زيل دارة من ناحية السكر بس قم الزارة على الموضوع مقسم كله يعني طبعا مرض السكر إلى قسمين إذن تايب 1 إلى القسم الأول من مرض السكر وكان تايب 2 قاوز مرض السكر وكان تايب 3 محفو خم قاوة تايب 1 مرض السكر تنكرياس لكودة انسولين لكودة انسولين تايب 2 تنكرياس كودة انسولين وكودة كبيرة انسولين بس منها كريات لشة لشة قليلة فأثمن وتايب 3 أكثر لوقات يعني عون كماخر حوامل خاصة كوكويا يعني ذكرة حامة
كامل بلد. أخذوا سكاي سكري إبارة نهوة حبيان قزالة وبها إلي بوارع علاقة تايك سري داوز ناشا لتي مرض ديك ناشا دايمانشيا ومن ديانا فدا حاليا إلي برباطة تايك سري قاود أزمرة بس شفت بمشارك ما حكيت أنا أولا مرة نحن نحكو في البنكرياس اتخاذوا البنكرياس ماكوذا ماكوذا بنكرياس بنكرياس كوذا تري من ديانا أو بيش من تري من ديان كوذا صنع سيلز قاريلي بيتا سيلز وقاريلي ألفا سيلز بيتا سيلز ما كودي إنسولين يعني صنعي إنسولين وألفا سيلز صنعي مادة قاريلي جلوكان جلوكان ده بعدكم نحكو قويها يعني أنا متأسف فيهم لكن إن الجاول العربية أعتقد هم يعني الدول العربية نعم أن من ديان درسي لي هرب إنجليزي هرب إنجليزي نفس المصطلحات اللي ناولا خلهم خزائن حبيه ونت معرفة جاود بشان سورة عربية داريلاً إلي أن تتاني لي هرمونات يا بس دكتور ولو قطنا محكي تخب شكر أي أن مصطلحات دي تتبما راي هر دغدي لي هر هذا خيلي لي بيش ما نخنب لشان عربايا أوكي إيه. أوكي سو لكن يعني دا مشكلة جاود نعم فأخني بنكرياس ميل شولا بنكرياس بصنع ألمان ديانا بعدين بصنع خا هرمون خنة أو إنزيم خنة قاريل بايكربونات بايكربونات إلى أخني بيكون محكي ولن أو يوم أميران البنكرياس إلى ربطة قاود اسمه إنزيم إلى قاود الدقيقة إلى معاه الدقيقة وأيضا الليفر إلى الليفر هم المربوط بالكبد المربوط هم قاود معاه الدقيقة وايضا كان جول بعد رامي ليس كل يعني كرخشي بغبدك قاريلا دكت يعني خبوري وكل ينصب بيانك بالباقه والدودنا فبنت ديات الدخان خمنتي كبيره حريه صنع باي كاربونيت قدر يالف دودنا هم دودنا ما كورا نوع من الانزيم كنت كافي خاله من الستمك من معدة يعني خالد الزباق البقارة فأمر أوكي في الكتاية يخالع من معدة ويلغوك حامضي يلغوك السبك طيب دخل بالخارج أو الأمعاء بس زي علىها قرامتية في الخليقة قبرناشا أخي لم يران كل يعني انزيمات الكبد والجول بلادر والبايل وديلا تنكريا الزهر كل يكسابي قول دودنا دي الاختير من معدة ما كوزينة إيخارة أو توحد مسقيلة فأتمنىك مسقيلة على مدمنى تبع الاحتراق قاود أمعاد دقيقة فخامل من ديانا عين البنكرياس باي كاربونات كنالة كوزالة طالب منخصة حموضة ومسقة أو الكنتي إذا قاود إيخالة لكتايش إتيا من السمك يربط ده يعني الجهاز الهضمي كنت كمزر سخلة وده يربط بداية داخل الأعضاء خنة جتايد إلا خلق على الجهاز الهضمي مثلا الزهر من يندي لبنكرياس دخي كتلخي بانتظام الإنجليزي قاهرة قاهرة إنكوهيرن يعني تخ نظام يعني عظمة على هذا الخطاب في ذهن هذا أو ده خارج كذي خالك هذا أول بكرة البرنامج رأساً إلى بنكرياس قدر ينسلن قاعد يخاله يعني كل يعني من ديانا طبعاً قدر من أيضاً الجهاز الجهاز الأعصاب جهاز الأعصاب إثنا أوتونوميك سيستم قاريلا إثنا سوماتيك وإثنا أيخنا
سوماتيك كن كم سيطر الأعضاء الجسم إلى الأورجنز والأورجن ومن ديانا وخذوا درس سوماتيك ما كن كم سيطر الجهاز الهضمي. So يعني حتى جهاز الأعصاب بعد يوم من الأيام بيش بدر تقلب ورق قاوي خذوا علاقة قاوي قد إخالة بيواري الزد ما توقف كذير دكتور خازق قيد رأي مرض السكر ديال البرناشة. طيب تو عائلة ماكو ميران أخني بانكرياس زرية انسولين على موت كلوكوز ديال السكر قاوي الدمى لأنك تخلق سكر الدمى كاسر فانسولين ما كاوي ليك من خفل سكر قاوي الدمى وخدم اللي عندكم مخلق هاي كورا إفاسيال وكورا ألفاسيال وميران ودارات ومحكو بيش كبيرة اللي هم. طيب بزمن العضو الدترية بس كيف أخذ يدك ماكو يعني على مجرد تخلق يقاو مرض السكر باسو خلبر دي الكبت كبت التن ماكو راون كبت دي تقريبا إلى أخوات معنى التنظيف أو معنى قريب جاود إنجليزي يعني كاود detoxifying chemicals ومن ديانا وما كاود metabolize drugs بشكل خلي toxins بشكل خلي ومن ديانا من إخالة بعدين هم من الليفر ما كاود الليفر هم كاود secretion bile يعني مها يعني صانع المادة الصفراء وأيضا صانع هرمون الكبيرة مشابه للإنسولين قارئة ITF إنسولين لايك جلوث فاكتر قارئة تاني بيلي كرية بعدين ليفر هم أنا كولان كاوتان وكيزو هنديانا نحكو بيش تفصيل الليهن كل أوروخ بعدين إتن خلنا من دي إتن هاي gallbladder إحنا ما مي وراء ميران كحظة أو شكلة من كبد من الليفر شكلة بايل وأد بايل اللي الأخوات كستاين gallbladder أد بايل ما كورا كود بارغي خالة كود برناشة كاخل أد بايل من ديان pancreas تقدر يالي جاود انتستاين ومن ديان تقدر يالي ليفر ديال كبد جاود أدى جرند أدبوري زورة ديال بينتين وات حنات ديال بينتين خذوا كل كصيري جاود أمها دقيقة. So gallbladder تمدي هم كلش مهم إلى يعني gallbladder نوعية صحية أو نوعية مثلاً gallbladder stones محكيه على الضبط دواء ممكن بوضع إعاقة كبيرة قاود هرمونات ديكم شدرالي بانكرياس بعد قنات يعني مثلاً كنت حصو دي أني ستون كسبي كبيرة كبيشي كخماء كعائق تنزيمات ديكم شدرالي بانكرياس فلأسف التكاثرة ماكو دي كمبالطي لي كولي داري ستان يعني كانت حلقة على مجد لعاصة أو يعني الأخيرة أنا ذكر منها مش محتوى بن قاوة بأنه اكتراني لك الولد كميبه بحيث بلد والد العادة لكن من ديكم داري المريا جاء الصبر برناجة اللي هو خطني تلي فأي الولد العادة وبعدين خلنا من دي ميران اللي في سكلين سبلين إلى تحال فسبلين ما كاو سبلين طبعا هم تعيش تقريبا كم خازوخ له صورة نقيبة عدنان دم بولوطلان صورة ثانية يعني دواوية ده مو صورة ولا صورة ثانية من جروب 1 خازوخ سبلين زي ما كبرت إلى صفحة اليسرى يعني صفحة اليمنى من برناشة بعدين كان السمك إلى خوتي إلى السمك إلى معدة بعدين اللون الوردي تقريبا about 5 inches
عائلة تكلين يوخو محتوي إلا فتكلين ما كاو تكلين ات مبيان أولا كل جمعة زرقة وتكلين سمعت قالوا تكلين أو تحال قارو كنيدا نعم أو تحال ما أزبارة كل هي جمعة البرناشة إجزال قاود كحال وإيكي دي تندمة دي التوكسن دي الساتة دي المنديانة أونك مصفيدة وأون كاود ريبريكشن همينا دمة وكاود نها كريات الدم البيض وأيضا كاود بليتلت وما كاود همسة بلين تبلين إلى إخوات تحفاظ الدمة خاطر بريل بريل خجروح يعني خزين بريل خجروح عميق فدمي ناقص فحال ما كاول دمي دي القاوة بريل القاوة تغرز برناشة على مدنها لدى المضاعفات برناشة فهميتن دراسات يعني ديلا كونفنشنال مدسن أو علاقاتك مدسن كفيل وخيب وقد عيش البلد ستوين لأنها لأن كبد يداود لي شلان ستوين لكن ستوين التمميزات دي والدوكي هم أنا لك محتفظن يوخي سنيق تطالق لستوين دكتور ابن بخر بخاران لا مكملو مداخله اتي مداخله انا ده تخاطر بش خاصه يعني موضحوخ له تشمعا انه كمتا كبت وطحال تروي كوزي يعني اتي شلان مشتركه شت امخ من منظف الدم من واد الدم وحاله تمام ايه يعني تروك مع تربخ لي يا تروك مع تربخ لي فلتر دي تقشمن ايه تروي ايه كودي طبعا فلتريشن لان كما داون شي لي فلتريشن يعني لتقريبا معمل تنظيف مو بس معمل تنظيف الى تصفية معمل كاوز هرمونات هرمونات مثلا كاوز اي جي اف كاوز تي اتش بي او قاعد يقاوز انجليزي دي لنا كاود بليتلت يعني تساعد كاود بليتلت بروتكشن يعني ما قرر بليتلت سوري يعني اي دمة كاود تخفير اي كاود تخفير دمة بليتلت قاري لي بانجليزي ما كاود هون ليفر كاود افراز ادنى هرمون ديلي تي اتش بي او فما كاود كاود انهانسمنت او مساعدة تصنع البليتلت سو الليبر لازم داو كبيرة صحيح دا محفوظ قاوة يعني إلى جهاز تنظيم البرناشة فوالي طبعا التناخ بقار بس ولي بقار المرض السكر كإخالة وحاله بس أن بقار يمكن بمخلي بطل ما أورو قاعد مرض السكر فتفضل دكتور يبدوار احنا طبعا هذه هي احنا بس كيف يبدوخ ميلي أورجنز أو ميلي أنا أعضاء دي علاقة جاوز مرض السكر نعم يعني إذا مثلا سبلين سبلين لست دايركت علاقة جاوز مرض السكر بس أنا خمن دي إنت دايركت علاقة بتنظيف الدمة نعم أو شاكل مثلا الدمة كاو فاسد ولك أو طغواء وقاطل كاوز كمشابير تاكلها كمشاريع خالص مني بس من ناحية بنكرياس من ناحية جول بلادر ومن ناحية ليفر اتي دايركت امباكت المرض السكر بيكون محكوي بس لذلك استرعبنا من الصورة الثالثة من جروب 1 همينة اذا المنزوخ لها بش واضح اي مشكلة الا يبضايا انكم طلبت له بليز مور ايرانيا او نعم. جنان yeah. اكيد انكم دارينها مش لأما عندها صورتها اي بنت خازخ لاكيد تفضل دكتور سو زي بالصوره الثالثه اخر من المخزن مخزن ليفر الى كبد مخزن
ضرب لابر دي لكتير من هيك الريزن قايلة يرق الشكل لأنها يعني تنباي القاوة وأيضا كنا نزيل البنكرياس وده مشكلة ولا نحن منها مشكلة ولا الدودنم داتش دي لكتير دي لكتير هاي دي لكتير دي من أمعاء الدقيقة زي كل كافة زي بنكرياس تصيب قاوة و غول بلادر تصيب قاوة وأيضا انزيمات بتطلقي من ليفر همك تصيب قاوة بأي منطقة هاي يخالة من استمك آخر كاور فالكاور يخالة من استمك آخر أخنيها داري لي إنفرازات ديان آخر على مود بنكمل عملية الغذاء نعم. أوكي. الصورة الرابعة ناوية تعلمنا هم الفولق طبعا. تعلمهم توضيح أو قصة خزيرة خزيانة. حبيب تديدي المهم تمحكو. وبعدين هم كبد كبدي تقريبا almost 3 pounds تقريبا صورة صغيرة يعني لينزورة. By the way كبد إلى العضو الوحيد في جسم الإنسان إذا الزبان الجانب أو الزخاخة يعني إلى العضو الوحيد بس على مود تداويني كبد خاخة بشكل يعني مرحلة بين طلاتشن إلى طلاتشن وبلجة ولازم داون أنا محافظ على إخالي على الشاي أو على صحيح طيب صحيح شواف طالع ناويب أيضا تعدادة دورة مرض السكر نزال الجروب رقم 3 دم بولتون إلى أي صورة الجروب رقم 3 ودام نحكو احنا ما نرى الجروب رقم 3 بشنو أمان بكيتي بخزيانة احنا نسللا نخالة نعم يخالة وير قاود سمول انترتاين إلى أمعاء الدقيقة كلية يخالة كثيرا أخني من أمعاء ديا كمشانة كمحاول يعني كمشانة كفايش كمشخلة كفايش كلية جلوكوز يعني سكريات قاود دمة فما يدي برايا كلية بشخالة يخالة محتمدة ما تريد أخني قاود كمان نزرينا نقوم من حلويات ومديان وستارت المحكي والنقاوي ما زيل بارد زيل موسق دمى زيل موسق جلوكوز قاو دمى يعني سكر قاو دمى كاسب فبنكرياس ما كورا كمشغل انسلين كورينديوز يعني كفرزة انسلين قاو دمى تقول معادلة شيء خالق المخلوق له طلبتناها طلبت سكر لا على قاود دمى فيخالك قاود كسكريات وأخني اكتفلك ميوران ميوران ناوي خالق بيان ستارت وناوي غلوتن أنا ناسي لي وديزي لي ويلا داري كبيرة عفو السكريات قاود دمى ديان فإنسولين لازم بنكرياس الزرية بيش كبيرة إنسولين على مصنعها تدور بالانس داود درجة السكر دي لقاود برناشا نعم بلا كل خيره الألف من دي الآلي صورة إلى جيبا أول قسم العلوي دي لنا نورمال بنكرياس ويصير خير النورمال نعم نعم يخالق وير الأمعاء وده بنكر يسمع وراء فرد انسولين وداية الانسولين داود نشمع تيشيو في البرناشة كومة برناشة يتن انسولين ريسبتر في القارئة عالي من الدخال دخلا نعم عالي ميلا كتكاف انسولين كتكاف انسولين ناكوة دي كمتقفليل كمرحبي قاوي بلي فما اجباري العفو نعم تفضل كنت كم راح في قاوة ما كناخذ قاوة تشيو قاوة دمى أوكي فالجلوكوز أبتيك ما كفايش طبيعي يعني ما يعني درجة الجلوكوز قاوة دمى مش نعم أين المخزوين إذا المخزوين
إلى المخزون ينقل برناشة لاتو مشكلة تايب 1 أو تايب 2. طيب فنزار نصرات التبتة تايب 1 أخني ما ميران ميران مكسر على الانسولين ميران يتن بيتا سيلز للاي؟ نعم بي سيلز وقاري لي جاو التنكرياس يتن تري أنواع سيلز أوكي؟ كما مخلق قاري لبيتا سيلز بيتا سيلز ما كوالا كوالا production insulin يعني ما صنع انسولين أوكي؟ نعم وقال بيتا سيلز كده اسمع قيلة يجاو التنكرياس إلي 3 غرامات أم 3 غرامات إلي يجاو التنكرياس من بيتا سيلز أنا صنعي انسولين يجاو البرناشة وانسولين كتايش انديوز قاوة برناشة وما كباره كبار معادلة سكر في قاوة فقر برناشة سماها كلما نرى رحمي نجح لن إيل نورمال أوكي ده تايب 1 دايابيتيز تايب 1 دايابيتيز إلى برناشة تبنكرياز بس بيتا سلبية إلى ميسر نعم كل إلى ميس بيتا سلبية أو بي سلبية يعني معناها ميلا للبيض أنسلم معناها لأنه أون لت بنكرياس بيوار أنسلم لهاي نعم قمت دمكملو خاخة كيف نزالا الصورة الرابعة كم شرنا تستر أدنان مؤخرا بس تتخاذوا ميوخ المحكوية كنت اكزالا الشارت الشارت الجلوكوز اكيد دكتالبي لي منن دكاترة صورة الأرباء دكتور الصورة الثانية صورة اوكي الصورة الثانية من الجروب 4 نعم دكتور التايب 1 دايبيدس داو تمحكو الا حمير وخلين لتي بيتا سيل انه بنكرياس اولي ميث قاوح اين بيتا سيل قاي يعني كبار جبائت من دي يعني وراثي لا بس محكو خل شاك غدك يحكين على مود الديانوخ نعم ميو بما رقاي التايب 1 تازلوخ رجعو بخاتو قاي مثل ين بيتا سيل ومير سبب دنيتين بلا ومير علاج ديان محكوخ بالأخير أكيد قد محكوخ العلاج الدايبيدي تايب 2 محكوخ الليان طيب الصورة الثانية نطلع دي بوخن أوكي إلي بمحكوين عليه الكامر بلس بلوكوز أوبتيمال ليفل نعم إتن يعني كل مرة معشا إيبا أن ديان داويل وتمن خطلي ف مير بيماران البيماران ان خيرخ اليرقوثة عليل الى هيموغلوبين A1C هاي الخطر كم شاديها دكتور تبرناشا كيول ارقام مشمي السكر داو دوما صحيح الاتفاخر يعني التي مضى فما دكتور كيولد من دي تتخاذ دخيل دموغ ما قدتوخ سكر بيو خالي له ناصي له اوكي فانه طبعا خلال المخزريان طالعا الي مقسم المية فكيبوخ نختم مثلا اي روكة باو مثلا ناو اربعة لدي مراون 0.04 يبقون باو أربعة إلى هايبوغلايسيميك يعني مها يعني انخفاض جاود مرض السكر أو جاود السكر أوكي وده محكوك لانخفاض المشاكل دي أكيد محكوك لي بس إيميل مثلا بيرفكت برناشة سكر دي كنت بجال من عليه اليرقوسة دي خيارات لون الديروقة داو بين 5 وبين 6 نعم بين 5 وبين 6 إلى excellent بلا أوكي أخني ميو بمارا يو بمارا يا أخا ماكو لي كوري فحض الدمى قاود سيلز فاختيل منا يعني قاود أمريكا يا قاود كندا
كان رخناه سكرية بين 80% و15% هي اكسلنت اي يمكن وافقارا قناية بمبقيرا نعم قاود كندا اخني تبقى انترناشنال ميشن مين قرايات كان يروح مثلا ناو تاي بين 4 و7 إلى 6 و3 يعني الرياليتي ناو بين 5 و6.5 اي تي ورك بيرفكت من خازتي مثلا نغزيلو بلد ريبورت دي اي ناو اي ارقام زوري يتم اوقات كبيره ناش كان يروح والخازو الدكتور ميرا سكر دي خيل 90 مثلا خذ خايل دمارة الخمسة ونوف نعم نوعي أرقام زوري أسهل طريقة ديادة نسب قاود أرقام أمريكية مخيل أدرقهم قاود 18 أي زورة ما هذا 18 كيقول أدرقهم كلش قريب ونيوة كبيرة برياضيات وكعجب له تغيير من من قياس لا قياس أتي فورمولاز أتي من ديانا نعم. فبقد بقد شارك ديو قاوي اوكي من عديرخ 7 زي عليل دان خازو من عديرخ 150 ل 180 اخر يوت هايبرغلايسيميا يعني ماها يعني سكر ديخ الى عالي طبعا قاوي الانجليزي احنا قاري لي تريشن معني لي الى هايبرغلايسيميا يعني خاصة دايابيديز الى هاي بلد كلوكوز قاوي يعني سكر قاوي دمي العالي نعم اي هايبوغلايسيميا ديالها كامر بانه سكر الناصي اوكي يعني الى لو بلاد جلوكوز قليله فمن عديرخ زي من عديرخ 150 يعني بيشتغل 150 ال 180 هاي الى دايبيتي تايب 1 نعم. يعني عليه الكبيره طيب الدايابيتيس يتم تقريبا 30 مليون نسمة أمريكية يجيو إلى بطلاشة يعني إلى دوار الشر من دايابيتيس بل 30 مليون نسمة 90% منهم إلى هايبرغلايسيميك يعني ماها يعني سكر دي يعني العالي نعم و10% من منهم إلى تايب 1 يعني 90% إلى تايب 2 و10% من منهم إلى تايب 1 شغلة من أخير من ديخنا جاود أمريكا جيبوخن يتم 120 مليون نسمة يعني تقريبا almost نصف أمريكا إلى برون أو إلى قريو تكتشي دلاوية مرض السكر دكتور ماذا ما دامت محكوبة السكر المنخفض وسكر يعني أو عليا إيمال بش أخطر منك ناخذ سكر لو منك عال سكر يعني يتمني تروي خطر عليك تروي خطر عليك إيما يعني خا أموخ كمي كما يتناش بقاوح لازم خاد أرجاني أخنا نمحكو إيمال ما يتقاوي وكاو يعني خطر كبيرة بكاو تايب 1 وكنت تايب 1 لك يا دي قاوي برناشا أو لك عالي جلا بلا جلو محكوخ اللي بالأخير كنت محكوخ اللي خالة ومن ديانة فما ما جبار قاوي دمي تايش تايش بلي أصدق كيتون فكنالة ف يتم كبيرة منهم خلقتها كيف يقليها إلى آخره لكن كثير من هنا قرير فيتو يعني تايب 1 تايب 1 ليس عزة تايب 1 دايابيديز يوت مجبور تشقلت إنسولين ويوت مجبور أيضا تديابت أوكي وطبعا أنا أقدر من رحلات بيوخ إلى طبيب عام بيوخ أو يبوخ الشقلت كيت قاري لما صيدلية زمتها جابوك يمكن كتب $40 ويبغى تقاس تايب 1 دايابيتيز وطبعا تايب 2 دي يوخن إلى باني ستريب يعني سهلة إذا تذكر نقطاي دمى منطبيط بشكل يعني أشياء سهلة للمعرفة تايب 1 المهم مهم
يد الجاوية ومهملة تداوي داوي الخلاقة أو داوي طبيب عائلة تمغزله أو تنيدي له خدمة دي للأسف أخنا يمكن شبه له HbA1c تاس تحديدي المندي أنا لأن طبيب كداوي له معلومات بش كبيرة عن إمنوع من مرض السكر التوخ. نعم العفو دكتور أتي بقارة بس لكذن أني ون يعني هقصة مستعجل قوة بقارح كل كذا خشون من أخني زور شمخوة أنه إيثن أمراض أخ مرض السكر كيف من وراثة مرض السكر يعني تعرف من وراثة هذا أخي خشمي أنه إيثن باكراوند عائلة أو family stories أو health story كم رخلة السكر أنه كشقليلة من جينات يعني كشقليلة مثلا من وراثة فإنيلة من وراثة ميلة أن عوامل خلنا دكم أثري أنه ناشا يعني دبار جابح سكر أوكي كنت خيما علي أولا نعمة درس كروموزوم إن شاء الله كروموزوم لكن بس خلفي كم نحكي خلي يعني سنحني 23 كروموزوم أنت 23 كروموزوم كل كروموزوم يلتري يعني شكل الصفة الوراثية غذا من بابا وغذا من يم تناقص بشي 23 ناقص بشي 46 ليلا نعم مني وقت فأنا كروموزوم إتنا كروموزوم رقم 6 كروموزوم رقم 6 إنيو التندراسات بأنه إلي ممطوية مرض السكر خاصة دي التايب 1 إتعلاقة قاود كروموزوم 6 فمها من كروموزوم 6 ما كن الإشقالة على الصفة الوراثية فأخني ندرس وخلطة خلنا الكروموزومات زي ما كامر بس على مدر الجوبن بقارخ طبعا قورا وبختا تي كل كان من تي 23 دبل او 23 يعني اذا صار المصطلح اذا تقارب لينتي او فحل يعني خاك شاك خاك كروموزوم يما وخاك شاك من بابا كروموزوم دي 23 قليل سكس كروموزوم يعني كروموزوم 23 كاميرا بأنه أي غوريلا وكاميرا أي بختيلا بين كروموزومات أنا كروموزومات ما أكبر في علاقة قاود DNA وفي علاقة قاود RNA DNA دي لنيوكلس السيل يعني للبد السيل و RNA دي للغشاء الخارجي من السيل أنا ميلي أنا كل إلي كود القارلة يعني لها عظمته الدرجة كل ذا منين كودينج كودينج يعني مين كودينج يعني كل خاطر رقم كل خاطر رقم بعدين كنت زلنا مرض السرطان بيش بدرس وخليهم نقدر دورن لأن كبيرة لأن أكيد نستفد منين شمعان حبيبه فأنا كروموزومات أنا دي إن إيه ما أكبر DNA بغلبها ميوتيشن قارلة نعم ذكي من ميوتيش ميتا قاود من دي يعني ميوتيشن مها يعني كبلطة من تصرفات الطبيعية دي الكاميرا دماغ ما أوضا وبزالة كوضا من ديان كيفة يعني ما كيشة altered يعني ما كمشخلطة كمشخلطة وخذتي وكم جمعي بدوكة دي لضعيفة قاود طغرة برناشة وكوضي مرة أمراض السرطان أيضا فكروموزوم خامنة عندي الرقم 6 إلي دنولة إلي بوابة خطوصيل بأنه تعلاقة داو تايب 1 وتايب 2 نعم عايشة بس ميل الشيء بش حقيقي دي الخوضة دي دافا إديو أولا يما أو بابا يما أو بابا قمدها وطفل في خلتيهن بخواوة اشتيتيهن بخواوة واوي مدخنين للسجاير السجاير او واوي سكن هاند سموكرز يعني مثلا قورك مداخين وبخت شغل ريخ السجاير سكن هاند سموكرز بشتي مشاكل من فرست هاند سموكرز وانا جيلي فرست هاند سموكرز يعني اخليك رفطلة تقريبا 9 انواع
من أمراض السرطان عيزة. صح. ماك مشروب شاكيوة يعني الكحول. أوكي. ما كأوذ الكحول ودابنك بأنه خنصور بالأخير كنت خلصوا خازوا سرطان البنكرياس و دقارية سيست فايبروزيس وسيروسيس الليفر أنا يعني كل في علاقة قاود برداشة كنت كاو الكحولك يعني كنت كشاتة كبيرة من ديان كحولية أيضا دابا يا لخصة أنا دخلت معانا لك شرطين وأنا لك مدخنة أوكي ما قشقلت ودرمانانا أوكي قاود قبل الولادة وبعد الولادة أو كدوة ومماصو أوكي وما أنواع درمانان شقلتوا أوكي مثلا ميثو كنوع درمانة إذن كنوع درمانة مثلا إلى أكشتين أوكي أكشتين كويلة ناجد تحب الشباب نعم سيف زي مضاعفات الأكشتين ما كوذي قاود بخصة خاصة أوكي يعني كل شقلة بكميات كبيرة وأكثر من 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 كورس صحيح أكشتين قافلة تحب الشباب كنوبيلي بس ما زين أوز مشاكل طبطانة تبختها وذاتي بطنة بخزيتها خمشن شتشن إشواشن ألقات السرشن لك بطنة فدكتور داوي الخاصة ما عارفة قاودت من ديانة كنت راجع التاريخ دي شاقل هستري ما خلت ما شاقل هستري مريض كيف خدية ده ما هو تناول الدكتور مثلا من درمانانا أوكي صحيح. أي خامن يعني أو مثلا شقلاوة مثلا درجز دي لها بشوارع قاري لي نوركاتيك ميديسن يعني صحيح. شقلاوة كبيرة نوركاتيك ميديسن أو مثلا دكتور مداخلة شقلاوة درجز صدري الآن درمان دميرك مثلا الآن حب الشباب يثمنه يقدر هرم خواثح على شكل لوشن كريم يعني كما كبوتن درمانة لو يعني استعمال خارجي خارجي بس هم خارجي قلده يعني بشقالة هل أنه إيت من دي هم إت تأثير طبعا زي درمانة كويلة على ثلاث أشكال يعني أدينا يدريس فارماكولوجي أو فارماسوتيكال يعني أدينا صيدلة درمانة كويلة بثلاث طرق يا كويلة عن طريق حقن نعم. أو إنترفينس كويل جاود جاود مستشفيات ديال جاود مغذي نعم. يا كويل درمانة عن طريق حبابي بشكل التهج أو كويل درمانة تابيكال نعم. ديال آية ديال بمارة لوشن yeah. كد يود بالدراية آية درمانة أد لوشن الإيدة للي مسامات تتلشى بوضعنا امتصاص إيكي البيزالة آية الجزالة الدم، الجزالة الكبد، الجزالة اللبة يعني نفس البنديان بكذا لي حباية يجوز سرعتك أو تلخت لكوية بقوة الحباية أو قوة دم خاطة بس تأثيراتي لي نفس البندي أو ميثيلك مثلا أكيتين جنريك بدلي شمع وبكاثولك إلى طبيب عام ديو بأنه قول فلان نوع حباية فمثلا ناون دك ياري شو مداكي تنزل طاوة بطارخة شو ما ثاني طالة دي الجنريك حبالي فاخنان ما كان مخ كشقلتها حبابي أرجو أن نزلت وخازت ميلي مضاعفات ديان ميلي سايد افك ديان قبل شقلتها صحيح فأنا من ديان كله كدي لا بختر بشقليهن وقورة بوديهم قم الدار حمل فجينز جينيتك جينز ميل ببراية خناني رياي أدمن جيت كماوز لبابا وأدمن جيت كماوز على اليمة أوكي زي لي مشادرين لي تمانية تطفل أكيد عيدا طيب دا بعمل رخاء طفل هوير ليلة إنت المشكلة آخر تدخت لك مميصة تدخت لك مميصة إنت المشكلة قانوني له طبعا هو قانون كان يشترخ انا سوري يعني لكن كارن داوية كبيرة يعني يما لازم اضمني تطفل ما لا يقل عن تكيشن نعم زي كلي يعني امراض بلاي دبراية يدي يقاود اطفال
دي لي أمراض نفسية، أمراض عصبية، diabetes type 1، diabetes type 2، أي بمرض أطفال. أوكي؟ كلي آني، كلي آني ده يمن من صاوة طفل دي كبيرة من نين أغلبية أو كلي بالوال طفل مناعة مثلا لمنصة كبيرة كلي أمراض دي لي قاود أمعاء بدك محكوخ لي خاصة الكرونز ديزيز ألتريتك كولايتس سيلياك كولين كولايتس دايبركلوسيس تكبر يقال جمعاء كل يعني يمن من صوى طفل لكبر ولا مشاكل بس وتمارة بحثين مصحية أرجو يعني نجوب لي بالكفاية البقارة بس yeah. هل خلية خلية هم من لتا يعني صح التحت مشاكل هل لازم مصال طفل؟ لا. لو المفروض توي صحي العفو دكتور وتمارا انه اقل من دي تتيش انه لازم يما يا وخليه حتى طفل ديح توي وتمح كوي بحس يما دكوية صحية لو هم يما انها ولا ان مشاكل تتخير وخدها اي بهر دي يا وخليه حتى طفل غزي اخني كمتمنو يما يعني كداويلة بيبي يعني او قبل الحمل اتليس يعني الشيخ الشاته تدم شكل فتخنان تدوية صحية صحيح ده عمل له ايه يما صحية نعم عمل له ايه يما صحية لازم بيش طويل ديوتا ديوة يما بمصال تعجي مزونا لي خلاني over the shelf دي لي كل عادة تزقويهن ولي مصنوعة ولي تجارية ليسن من دي كم شخلت له حليب الجمة حمل أو يما لا صحية ينبغي أن بمنصال تعجي تتشن لأن حليب بشخلة براية أبد ليل بيشتر من حليب الجمة أكيد بس يعني محكيثا هلا أرجو يعني بأنه دعيشوا حياة صحية خاصة مثلا مشروب أوكي مشروب كدي وداية بشتايا مشروب وماموسة طفل أو بشقالة دارمانة وماموسة طفل بشقالة لا سبب كنت كنت بخت حامل اتزالت قبل الدكتور فالدكتور كيقول لك دارماناني لم أبي الحمل إذن رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة طبعا FDA إلي قبيلة أزمن دي فالدكتور أو متحفظ ولا أقل درمانة داو التأثير الجنين أو داو التأثير كد عين منصة يعني من باقيرة كان رقم نصر طفل تدلاو التأثير العجيب بس كل أي أحوال يما ملزم إلى المنصة العجيب عدلت هذا نعم لكذا نجوب لي سؤالك يا أكيد بس مجيانا كبير طيب. كبيره واضحه نيتن بقاره العفو تفضلي كمان نعم. كبيره واضحه لو هم اتخاخ خبقاره من استاذ اصمت كما ما هو تاثير شرب البيره وبقيه الكحول على مرض السكر خشونكم جاوبت استاذ اخنا نانر لما كنت يقول بشتايا هاي كنت بشتايا ميل دي واضح اولا كاود تلاف يعني شرب الكثير نعم. كاود تلاف كاود بنكرياس كاوز اتلاف كاوز جول بلادر كاوز اتلاف كاوز كبد لميران كاوز سيروسس كاوز كبد كاوز سيستيك فايبروسس كاوز بنكرياس شرب كثير ما كاوز انا محكي وانا البي ايش لفو كل من دي مشروب كاوز تدمت برناشة السبك نعم واخني هيما الاسيديتي ولا اورجن لك عايش نعم يعني سوى دي لا دي لا دي لا معدة ومعدة عليها البرية الطريقة تدور حضم الويلة سدي دي بين واحد إلى ثلاثة فكل أنواع المشروب كل أنواع ما يسمى بيشقالة خمين دي لما قوز أورجنز دي أخي الكورتيزان صحيح نعم يعني مشروب بس مثلا نو مشروب مثلا أوكيجنلي اتوخ غورته اتوخ مندينا وناو بلمس يعني ناو بتحفظ لا سبب مثلا مقدار قوانين سياقة ما لازم داو تشتيل الكحول والمنديانا اولا حفظا على سلامته كتبتي حفظا على سلامة البرناشة
وطبيا عايزني ترى عايزك ما لك ما عرفت شنو عشان بس عايزك ما عرفت كده كده عايز مشروب دي كبيرة عايز دي كشت مريض كبديه لا تعلق كبديه لا تعلق لا شغلت لا تلقى الطريقة الصحيحة بنكرياس ديه لا تلقى ونضل إلى رحوق أنا خل سرطان يعني هاي تيجي بين الزيت إيش ماكسيمم شات يعني شات إلى كيتشن لا إيش مش كبيرة ف ما خلينا نقول يوم مرة اشتايا كنت كاو كبيرة ونيبخ يعني طلاب من مندي شمية اشتايا طلاب من مندي شمية تدخين أنا مندي يعني كل ذلك أثري المرض السكر نعم العفو دكتور خاطي جنان تخسؤال أنا يعني كمداخلة أكيد. بس كبخ موضح أخت شمان عزيزة أنه كمشروب بكل أنواع ديح لأن إذا انقسم كمي واين ليب مندي لا كمشروب بكل أنواع ديح لا بفائدتك وش متناشى ودخمير دكتور ستيفان يعني كمناسبات خاشاق الكمية زرت كبيرة بفترة وفترة إيه ما يخالف بس مو أنه يعني باش إدمان هم جيجاير لا بفائدة نهائية عدلت لا متناشى ودرمانان كله إي بي سايد إفكت لازم من دي بلا سايد إفكت عدلت لا والسايد إفكت دي الدرمانة إيك إكزالة دخمير دكتور ستيفان كل حل كمته هك أكيد عدلت له بس مجانا خاطي جينان دكتور أكيد إتن بوقار ولا بسبارخ كلهم بقرخ له خيلة بس خشوا مشغل اتصال من عمديا خازخ ماء التيب وقار طالخ ألو إبشينا أستاذ حكمة كورو إن شاء الله أنا إذا لي أستاذ حكمة بس قالوا خقص رحوقي قال رحوقي ده دب عادل يا الحمد لله بس مجانو تفضل استاذ حكمة دكتور ستيفان والبشماء اخ يا اهلا وسهلا استاذ شيء انا قاو استاذ حكمة شيء انا قاو دكتور قاعد كبير استفوت من اليد ملاحظة ديه او السكر بس تبدو الغمدات نعم مرض السكر تحسوا خير بقطاع اخواني حكمة عدلت ايه مش معي ده دكتور القلب زال بساية دائم مش معه yeah. اوكي دكتور الحقيقة كنت مرض السكر علاقة رياضيين وخاطراني بقيمة داقة مخصصة تجي لشغلة وراثية او ليلة وراثية نعم النوع الاول من الاضطراب اللي جهاز المناعة كمآثر لجهاز المناعة هي شغلة وراثية أكثر شيء كويس. إذا ما كاو حاجة من خلايا من البيتا زود بنكرياس. نعم. وفي أي حالة تقلل من إفراز الأنسولين. نعم. يعني مرض سكرية. بعد ما أجمع إذا خلنا من دي ليه الوراثي هي كاو ما هي له إلى تحويل جينيكوز إلى رايكوجين. عدم قدرة البنكرياس على تحويل الجليكوز إلى الغلوكاجين هاي ما هي لأيكم أدو إلى ضعف العضلات وعلى كذلك قدرة كافية تحاول إيد مادة لصار ارتخاب عضلات بعد دائما أخي الرياضيين أعوثوا أن كنت أدخل عليه فحص فداوته على ايد مشكله لازم ادخل مراجعه الطبيب فوريا يعني اي وراثي او اي بريتو نتيجه دخلت داب مع كوي اطعمه او شغلات اخرى بعد دكتور ايد نقطه لك ان ابن ابو حمد حتى لي مرينا طرخ اخواني حكمه هاي كانت ما قريله بانجليزي اي وز اهيد اوف ذا جيم يعني تنسقطت قاود الحوادث بشكل انه كبيره وبيلخمحكو خلين بيلخمحكو بانه هر نفس ما حكيت بنحكي له بأنه كبت نوع هرمون دي الجلايكوجين كسارز بعدين دخي بنكرياس كسارز هرمون كمشخل بعد جلايكوجين إلى سكر محكو قاوة كد ماطو إلا لبس أنا شكله كبيرة وطبعا لأنه يتمحق الرياضة يعني الرياضة لازم ده جزء من حياته الصحية دي يومية يعني أمنوية تقريبا تلقي ساعة إلى ساعة
الكبيرة مهمة أخنا دم تعلق رياضة أو مثلا درخشو بخصة طريقة سريعة يقسميق رياضة الدارخ لقاود دراسديا على مدهمة أو دمختن همنا على مدهمين ستنبيا همنا داسق. أنا بشكر إنه كثيرة للتخمين دي ثاني أخذنا حكمة تفضل أين عم بيكتور لكن أبقى طنه بس يخل سؤال خلنا همنا تلزح منك يعني يبدو حتى اليوم كل التأثير من الشطات كبيرة لا طاوة اللي شغل في الدرس يعني قيد دائما رياضي أخذ منعك أنت صار طبعا اليوم بشنو أنا متأسف حسو خيل بطايا جيبي دكتور كيف تفضل؟ حسنا صناصي استاذ عدنان يبي خصب مع ليلى طالن. أيك مع ليلى. تفضل. تفضل. أخوني. بالنسبة من الشطاد الكبير التناول حتى شيء الرياضيين. كم آثر للمرض السكر أو لكم آثر أي يمكن يبخم أكثر إلى. وبالنسبة لسؤال سعد عصمة ويوا على مود التدخين والكحول. أنا الحقيقة مديت مصدقني كل بال. بعدين دخل مأثري إلى إفرازات عطارات البنكرياس وما أدي إلى مرض سرطان. العفو دكتور أنا لقيت حديثهم بشماء النخ الحقيقة سلام أخرى كبيرة مستخدم منه وخاصة نخل الرياضيين مريان عطير رياضيين رياضيين أغلبية بيهن بشكلي جي أج دي لغروت هرمون أوكي يا قليلة سوماس تلطن أدمن بما كاوذ كاوذ إن ريالة ما قريلة قريلة بروتين سبير هرمون فأي ما كاوذ كاوذ كذا من ديان أولا يعني فايدة ديه إلى كاوذ ستيموليت يعني كاوذ انهانسمنت يعني كاوذ تنشيط اي جي اف اي جي اف دي بشقالي أخني دي القاوذ ليفر دي الجاود كبد دي الانسولين لايك جروث هرمون فاي ما كاود رياضيين كلك شقليله اي ميل بي وذا ال دو ستيميليشن تاع اي جي اف جاود ليفر بعدين ما كاود هم انا اي ديو دينار ال جروث هرمون كاود بيرنز يعني تنقص لي فات تنقص فات فور انرجي دي لخاف وخلا أخواني حكمة قد نحطو قاود كيتو إخالة كيتو versus خنيني خلانا وبعدين أما كاود عايز كرياضي كاود كاود protection يعني كناطير كولاجين كولاجين البرناشة دي ل دي القاودين قاود قاود سكين كناطير كولاجين دي القاود دي سكين تدفع ايش شغري بعدين ما كاود همينا كاود حماية للعضلات بخدمة رخاية باي جروث هرمون وبعدين ما كاود همينا كاود ستيميليشن تكاندروتايت يلي قاود كارتليج سيل يعني همينا ما كاود حماية بأماكن دي لي كارتليج فرياضيين كبيرة لي سنيق الاي جروث هرمون بس كنت كاوي مثلا دورات كرة قدم ومن ديانة إذن رقابة لهم لا وشقيلة منشطات بيش يجوز بيش كيف تتيمني لهم رياضي فان منشطات تيلمز قوي على مدنها رياضي تدلشاق الأكثر تدغالب قاود نوع الرياضة دي نتوق بعد عيس من دي قاود يد من دي الرياضة يعني مهمة جدا خاصة نتخيل رياضي بشكل أنه عمل الشطاب إلى جي إيج إلى جروث هرمون تفضل أخواني نعم شكرا دكتور أنا شكرا كمول موضوع ديو حقيقة بسماء مستفاد كبيرة بس مجيانوخ أستاذ حكمة بس مجيانوخ اتصال ديوخ ومداخلة ديوخ بوش بشلا شكرا خلوخ كبيرة مريم عطيرو نعم طبعا يسنا أخ خبو قارة ولو أخنا نمجوب لن إلا إخ بس يعني لك شقوخ شمان عزيز باش خاطر دي إلا ديل من خالدة مروقي كما المشروبات الكحولية لها فوائدها على مرض السكر والضغط والكوليسترول إذ أخذناها بكمية قليلة حتى وإن كانت يوميا ما هو رأيك دكتور؟
يعني شغل دوجة الغساوة قديشة استنى في بيساوة تطوال مشكلة قاود معاه نعم وقاود دمعاء دي فبولس كم ناصح له بولس الشليحة كم ناصح له تتي مساوس كمامير لفش الشتايد ماية كبيرة لكن قليل من الخمر قليل نعم. من الخمر كمامير من أجل أسقامك يعني المعروف طبعا خمر وفوائد دي نعم. إن شاقله يخاك الصحي أخني بمارة إن شاقلته كصحي لأنك تاوى قديش أمك محك خمن دي كامر لا تذكروا بالخمر صح. الذي فيه الخلاعة بل امتلأوا بالروح نعم. وكيف بتاودك تاوى قديش يكون قارق مثلا الخايد نوح نوح اشتيله وسكيره بعدين ودلخطيفة من بنافة وكيف نفس من دي لوت كود اشتيله اشتيله ماك مثلا لوت ماوز لي هم اشتيله كما اشتيل بنافة وشتيله ورويله وامض لي خطيفة منه نعم. خمر كدك يعني مشروب كدك شاتوخ لي خمن دي دي العلاقة قاو الصحة بشقلوخ له بس لدلاو تليجر يعني بشاتوخ تدموانسوخ نعم. لأن إت مضاعفات كبيرة وخازو قاو دينجاليون جيحانا ماريا كد خلص له خمرة فيلا يمي قدشتا يمن مريم كما مال طرح خمرة ديان خلص له كمان عليه مدى عميره أخون وذن فمليلي اشتاج عن مايا وكم بارخ له مرية خمرة لكن احنا خمرة تشاتيوه لأولزونا نشواتا ومن ديانا خاصة هات خمرة دي وكم محكوي اللي بتمحكي لي بولز إلي من ديانا تصحية بس لا أو تسكر ناو تسكر ما زيل بار زيل بار مشكلة داود أن من ديانة كما مخلدي لبنكرياس ليفر غول بلادر نعم شكرا أخاتي خالدة نعم أعتقد جواب واضح طبعا أخ يعني أستاذ أصمت البيالن ملاحظة كبيرة حليثة لا كمالا بالنسبة للرياضيين فإن الكولاجين المخزون في العضلات يتحول إلى طاقة 100% وزي لك محكو خلي زي لك محكو خلي دخي إيبان أخنا دم عالجوخ تايب 2 دايابيديز أو تايب 1 دايابيديز نعم so, نكملوخ موضوع دين يا شغلوخ أسئلة دخل تيبوتا العفو دكتور إذا نغذى من دان برسوب ثوالي ثقة بقوتنا ياثوخ كمياوي ثوالي خكمة صحياثة وخكمة مشارياثة ودقري لبقوة يغزي لشخلا برابة بخايوثح ميقرت ليزا يونس كمرا the best doctor ever I will not forget what you did for me God bless you and protect you to all to other to help other فأكيد ليزا ثوالي خكمة بوقار طالوخ وآيد كمياوتة خكمة مشارياثة أريلا بقوي وغزيلة شخلا براب بقو خايوثة أكيد ليزا تحية تخافي ليزا وتقورة وتبرونة وتبراتة بس مجال كبيرة بسخلي إلى أم خافي وأم براتي ليزا سلام أنت ليزا تحية تبيبابة من نعم. أكثر الناشر دكشمي نصيحة الطبيب عيني لليزا ليزا تحية خاصة مريم عطيرة ليزا اليو متمتعة بصحة جيدة جدا بس مجاله عين وقورة وبرونة وبراتة نعم شكرا دكتور شكرا العفو ليزا. قمت بلطخ من تأثير السكر دميرخ بنكرياس وكبد ومرارة وطحال خمدي خلنا لكم تخرجت انه هل انت تأثير سكر النظر وميله تأثير دي ايه طبعا اخني زي اخني ليخمكم لدراستها طبعا تأثير كبيرة لان كبار نقص فيتامين اي مو بس كاوز زي مرض السكر مو بس كاوز مشكلة كاوز نظر مرض السكر الى تخدخ محكينا للكانديدا نعم مرض السكر اصلا الى اتصال من 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 الكانديدا او مشاكل اكثر مرض السكر علاقه بكل الامراض بكبار يقاود برناشا مرض السكر علاقه بكل نوع مرض وكل نوع سرطان بكبار يقاود برناشا نعم كم قاتل الكشمه كله الكل من دي نعم. لسبب لك شكله لك شكله يعني بصوره بسيطه بانه انا سكر دي ديول ناصي
يون تايب 2 وبيش علاقتي بدوامة نعم دوامة بشكل حباية نخفل السكر بسكر السكر كل يوم بغون ديوازة ميشم فحص سقله ونخفله وبيشن خسايكل بيشن خسيركل يوم كله بقى بويا تخمتي قاود السكر بس ما لازم لازم نجينا علاج تقدم دي بس نداون أنا قاود الدوامة لازم دوبن شخلبتا قاود إيخالي قاود إشتاي قاود رياضة دفت ميرا خوني حكمة وستار أصمان أمن دي أنا لازم جوزني طالب بدمها تطلب بدمطن الخبول طلطن من المشكلة دي من الجواب نعم طبعا بس تناخى تعديل أنا ماري خالدة مروقي مش لتعديل إيل خالد مروقي أكيد سلام انت اسمين سلام انت اخونا خالد شخصية خاصة دكتور شدم كم لغدها شرح دي توتم كمولح واني والاثيل بقار خنا خاصة تفضل اوكي اخني اخوة بصورة زي وانا اخني اخوة بصورة ايما جروب اخوة جروب 2 بيكتر 4 فاش 1 جروب 4 بيكتر 2 صورة التتي Yeah. اوكي لا نعم. شو قد رجعوا دا اخنا الجروب 2 من الصور اوكي جروب 2 من الصور برجعوا نعم ايه ما صورته البنكرياس بيخم محكوي قاوة نعم وخازو اخني اول مرة محكي لنا صورة قماثة محكي لنا بانه اخر فضلي صورة قماثة يعني جروب 2 صورة قماثة الدب خازنا نعم يعني قم دور قهوة بعد الصورة أنا ويب أستاذ عدنان زد مغزيلا أد فيلم دي بعربي دي الفيلم قماية نعم يعني بشكل تقريبا 3 دقائق أنا كنتمنى تشمغ زي الأميرا أود أن تعرف المنديان دك محكوك لي بطريقة بسيطة فأنا ويب أستاذ عدنان الداريلة أد فيلم وبعدين أتزالا الصور بيان بمخميل دمارة أكيد تفضل أستاذ عدنان نعم. الخلايا يتطلب مفتاحا خاصا يسمى هرمون الإنسولين الذي ينتجه عمال بيتا في مصنع البنكرياس نعم. وأحيانا يحدث خلل في إنتاج المفاتيح أو فتح الأبواب فيتراكم الجلوكوز ويرتفع مستواه في الدم هذا ما يسمى مرض السكري النوع الأول منه يظهر عادة في فترتي الطفولة والمراهقة يحدث عندما يقل أو يتوقف إنتاج البنكرياس لمفاتيح الإنسولين لأسباب مناعية أو فيروسية لذا يشمل علاج المرضى إمدادهم بالإنسولين أما النوع الثاني فيصيب عادة الأشخاص فوق سن 40 وفي هذه الحالة تتوفر أعداد طبيعية من مفاتيح الإنسولين لكنها لا تنجح في فتح أبواب الخلايا علاجها يتضمن تقليل الوزن وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي كما يوجد نوع ثالث يصيب الحوامل ويختفي عادة بعد الوضع العوامل المرجحة للإصابة بالسكري متعددة منها الوراثة وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني وغير ذلك لذا تتضمن طرق الوقاية اتباع نمط حياة صحي أما أعراضه فتشمل الجوع والعطش الشديدين مع كثرة التبول والإرهاق وغيرهما أغلب المصابين بالسكري الذين يتبعون العلاج يتعايشون بسلام مع المرض لكنه قد يؤدي لمضاعفات عدة منها مشاكل في العينين والكلى وأمراض القلب والأوعية مع زيادة احتمالات الإصابة بقرح القدم والعدوى ما يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص حول العالم هل عايشتم حالات للسكري من حولكم؟ ده جمان عزيزة غزيلو خون اية فيلم زورة حلوية الأنواع مش خلبة دي دايبيدس تفضل دكتور طيب شو قصدنا الصورة رقم 3 أنا ويا أستاذ عدنان بولطة طالع يا كم دارين أنا ويا أنا موضحوخ دخل بارا تايب 1 ديابيديز أو ميلا مشكلة تايب 1 ديابيديز فالصورة الأولى إحنا ميران بنكرياس صنع إنسولين والإنسولين كناخد السيل وتي ريسبتورز يعني تي التي قاود السل التي يعني قبليل تأنسلن فمها كرخشة دورة عدولتها بأنه كافي إخالة سكر كاسق بنكرياس قد أفراز
الانسولين وكل من يكراخ شعر دولة ده بطلع صورة جيب أخي نعم بلا ايه ده صورة رقم 2 دي بكثير واختيال قاوة تايب 1 ديابيتيس تايب 1 ديابيتيس ميلا اخني ما ميران يتم destruction of B cells لميران اخني B cells ما كولي كولي انسولين صنعي انسولين فاخر جودة البنكرياس إذا المشكلة بي سيلز يميراني لي 2 جرامز منهم يلي ميته أو لك صنعي إنسولين فبرناشة كنت كاخل الصفحة دينا إنسولين ريسبتر اللي بيستارة البنكرياس تد مشدرة إنسولين بس اللي بيستارة وليتم إنسولين نعم فدخدميرا كنت آسق كنت كاسق بشر من 170 أو بين 150 إلى 180 رقم 7 وعليل رأساً لك عمر دكتور عيتي وتايب 1 ديابيديز فما كاوز دكتور رأساً كاول حقاً ادميشمي الانسولين فمن يوميا لازم انحق عن ما خيلك مالبيله قاود دعياده انواع ايثن ايثك ما خيلي قاود كاسر ايثك ما خيلي قاود ساي يعني بخدام يا دكتور قايش اللي انت ايلا دايابيدي تايب 1 دايابيدي تايب 1 معناتها بنكرياس لك صنع انسولين نعم ليك صنع انسولين او بعدين نحكو هل اخني هل عني بي سيلز اذا مجال تد بالخرطقه تد مرجع اخلي داني داخلته يعني تتبسمه داخلته انا كما من احنا الحلقات السابقه دي او من اخن ميرن ليفن من دي قاود طهرت برناشة لك راجع التالخ بالصوره الطبيعيه بس لك راجع بالصورة الطبيعية كود آيل لك محترمة نظام تلشخ دي الدرياء لها يغبغزا يعني ده كود يغبغزا أورجنز أعضاء جسم الإنسان ما قيسا يعني تعقيدات داود كود أورجن ما كاوز داود كل خاميل شولي believe it or not يعني كله من ديان دي ومحكوية قويهم كله علاقة بجهاز الهضمي ميود بخالة دخلت إخالة أو سكر دي عالي سكر قاودو مزيلاتك دخلت إخالة سكر دي لاو عالي هم ناولو ديابيديز تايب 1 سكر باتك بس لك ناولو سيقوثة الإنسولين بالطريقة العالية وبرجعوا كلها نزال نفس الصورة الصورة الثالثة دي لديابيديس 2 ديابيديس 2 ميلي ديابيديس 2 دخبير بخيارة قاوي البنكرياس صنع انسولين دي لبصنع انسولين كم شدراله تسيل بس سيل ايثن ريسبتورز يعني ان ريسبتورز لا قليل قال قبليل مثلا اني يعني مستقبلات اني قايلة قبليل لا قبليل لانها لان الببراية من دي قاود سيل الى بغزاية ادمن دي غريب ادمن دي لبرفارة نعم فبعدين دا كنت دي الغداء نحكوخ النوع الغذاء دي وبخالة دخل شاوق اني ريسبتر تدرجعي قبليل الانسولين يعني ميله يعني وكانه خايل بدي قطره واقف يد بخياره ويدي مرانا لك يا نتاج برناشه لك يا نتاج برناشه يعني خوات برناشه كنت باريل دايمنشيا اوكي تايج بن شاي او بنونا ان ريسبتر ان تيشوز ان ريسبتر كان نوت ريكوجنايز انسولين فما تاي ما تباري بنكرياس تشوف بالعكس هل تيش بصنع انسولين يعني دم البيمارة ثقل سكر فانسولين ما كورا اقدر يا انسولين
بس كدي لا بدراية الانسولين ليه دي زالة قاوداني تشيوس لأنه البدراية ريزيستنس قاريلة قاريلة الانسولين ريزيستنس يعني مين ريزيستنس يعني أنا كي من دي ونخ من دي واي في بدراية دي بمعنى لك بنو لك يا ونو لك شكلا من منو فنفسد من دي البدراية كد تنكريات صنع الانسولين بس ما ريسبتر تشيوس اللي بمعنى أي خمين دي لا قبلك لك خمين دي غريبي له فمين اللي يد من دي ما قاريل هاي قاريل دايابيتيس رقم 2 يعني دايابيتيس رقم 2 إلى صانع انسولين بس الريسبتر كرافضي له واضح إلى أي طالة؟ نعم أكيد دكتور أوكي بس خبو قارة زورة أني ريسبترز دي تكاوي بدمة أموخ يعني مثلا خائن مغير نظام الغذائي ديح هل انه اي احتمالية انه بدمش خلبي وبعدين بقبلي اي مادة دي لبنكرياس مثلا بفرازح اوكي اخنا ما ميوران اختفت الدراسة الاولى ميوران كريات الدم الحمر صح اوكي وتيشيوز دي لي البرناشة داوخ محكوية الكولاجين او منديانة وعضلات خذيت مثلا خالت شو عضلات الا بعد اشتير خلى عضلات دير ويلي زي ليش البرناشة اولا انا شمن لشي ما كنت اتمرن كمن مريري كنت اتقيرن كمن قيري قلت ان الحواس الخمسة صحيح تمام فدم البرناشة اخني اكتخلت مع ميران بشكل تقريبا 120 يوم نعم كم شكل كله وده دي مشكلة اخني قاود سبلين ما يتم دم ليل نظيفة ما يتم تغسل ومن ديانة سبلين ما كاردك شاقلك طرح يقاطلي نعم انتيش يخلط انهار سكريات الذي لكم توقعوا بار تغيير نعم بس ايمن بار تغيير كد مشخل بوخ إخانا بس ده باتوخ للموضوع بس سبورا خلقت مش كبير زي لقابك بحكوك المنوع يخال أخلوك دم أخلوك إيتم علاج تايب 2 دايابيديز أنا بذنك من دي 99% إيتم علاج لكل مرض دي لداود برناشة خاصة داو مصحوب داود هيمنوتة بخيل دا على أكيد دا باتو أخني ما بوضو بدرسوخ لأد من دي طيب دا أخني ما ميران تنكرياس ميران بانكرياس ماكورا إلى بصناعة إنسولين بس ما أتنخني أتن ريسبتر إلي برفاضي إلي بقبالي فأجزاء المريض والدكتور كان رأيي تتخ إيثن إنسولين كاود لا يفحص بميران إلي كان رأيي بانكرياس دي يخل صنع إنسولين بس إلبساقة جلوكوز جيبوخ لأن إتخ إنسولين resistance يعني مقاوم يتمندي كاود لك مقاوم طيب أخني ما ميران يتم تري هرمونات إلى متشابهة يتم هرمون دي لي قاود بانكرياس لميران دي لي دي لي دي لي دي لي إنسولين قاود بانكرياس نعم نفس هرمون نعم الله لك نفس هرمون اكسانا كبد ديكاسيل من بيتوري جلاند دي من جي اتش دي الجروث هرمون فكنت كاس الليفر جروث هرمون ما كاو انهانسمنت تاع اي جي اف اللي شمال انسولين لايك جروث فاكتور اي جي اف يدنو هرمون وانسولين إلى كبيرة متشابهة وكل عملية غذاء يعني مثلا تضم بطوخ لنا مثلا أنت خزيانا نحبيه الفروز ده أنا يوم بخالة أخي ما ميران كنت كخلوخ وخلصوخ إخالة وكنت معدل إلى بوادة مغرب يعني ده تخامية هذه إخالة إيجا بنكرياس كمشدرة إنسولين وغول بلادر كمشدرة بايل وكبس كمشادر هم بايل ومن ديانا انزيمات دي كمشادري تدودنم دي لقاود امعاء دقيقة نعم. طيب
دا أخ أخني ولا بعد كنت برناشة لك أو بخالة مني لبن طارة سكر قاود بغرض برناشة هذه لبن طارة الكبد نعم الكبد لأن بنكرياس لا تشبه ولا إنسولين 24 ساعة بنكرياس كوا إنسولين كنت برناشة كاخل وخالص لكن كبد ما كاول كبد كنافير كنافير تكشيو تدم البرناشة من السكر بيفراز بيفراز دي الاي جي اف من الليفر اوكي قاود دمه نعم على مدمها على متداول معادلة تكلوكوز دي القاود دمه سو اخني دها اتنها اتن بنكرياس كمشدرا لان انسولين وتندها كبد تقدر اي جي اف دي الانسولين لايك جروث فاكتور تكاوز معادله السكر كنت برناشة ليل بخاله نعم طيب ده احنا كود الببرايا العفو ميتين بقاره لبنديه نعم يا نعم نعم دكتور انت باخذ بخ يعني العفو خبو قارة انه محكي لندها السكر بصورة عامة كبند نعم. اذا بس ان صحياثة دول لوخ طالن دمقرو لوخ دها طالن هل كم طبقي الاطفال والرابة لو محكي لندها بس العمر معين لا اخلي زي مرض السكر كم طابق الزورة كم طابق الرابة نعم. أوكي طبعا الزورة ده مثلا طفل دي الزورة احنا محكي لان جينيريك محكي لان ما كنا مصاليين من محكوك ما كنا خلاليين من واوني الزورة ما نوعي خالة كنا خلالة دي لك محكوك ايضا العوامل النفسية العوامل النفسية ما قائدتي تأثير البي سيلز البرناشة واخني ما ميران ستريس روتين الضغط النفسي الضغط النفسي قليل سايلنت كيلر يعني القاتل الذي لا تسمعين صوته يعني هذا القاتل طبعا ما وليش ما تحسه طفل كان اترى اللي انفايرمنت يعني ده المحكوك قاود سايكولوجية دعجي زورة لان انفايرمنت دي لبيئة دي البيئة شقاوة كم أثرى كم أثر الكوجنيتيف بيهيفير دي يعني كم أثر الميل ببرايا قاو الدماغ دي نعم الميل ببرايا قاو الدماغ دي مثلا الجروث هرمون كم مخلا أي من بيتشتوري جلاند بالوب كود دوبامين له من ديانا كود بيئة طفل البقيانة قاوة بالزوتة بشرغاتة إخالة لطاوة أن من ديانا أنا ما أدري وذي يا باوي لي تأثير كبير على تايب 1 دايابيتيس يا لأنه طريقة دي خالة باو مهمول من باب من يما العفو دكتور طريقة دي خالة دي كراوز جاية تايب 2 دايابيتيس ولا بس من دي يعني ناجد تي مثلا تكرمين كلبة قطوطة من ديانا هم كل جهاز الهضمي ديهم اكبر نفسد من دي جواهن او نوع تغذية ديهن لا صحية بس طبعا ارقام سكر ديهن عالية لي جدا غير طريقة لي ليه داعي بحكو خلي عندها بيئة بالطفل يخلط الطفل طريقة مقامة الطفل لا الطفل المصاب العفو دكتور كبيرة البرنة يعني انا وقصد طفل دت سكر ناشا رابة يعني طفل دت السكر كم شخلب الناشا رابة دت السكر لو يعني معلومات دبو اللختالة كم تبقي التروثني أعمار نو أي أني أني إلي أني كم تبقي كل خاي إلي ستاندر نعم يا أخني إتن منشكلة جاو البنكرياس لقها إنسولين ده كم محكوخ لها إلى تايب 1 نعم وتعلاقة جاو البي سيل أو سكر الطفل إلى كاسخ وكاسخ عالي لا تدخل زيت نظام أطفال بعمر 10 سنين 8 سنين نعم. شكل إنسولين نعم أدرت أنا
دكتور خبق رخن يعني كذن وطفل، عفو خاتي جنان، كذن وطفل اول ما دهويله براتي اول ما دهويله ثيل امح يعني سكر وراتي كوان اكيد فيمح ده عمره يعني رب ثيله اتخا السرت ريسيرشن بلكي فمن اي زرته يعني يمح حروه وامح امح ولده كوي امح حمقو مدرسه لان كمرة ان بصخه كبيره كياسق ونجعزة كياسق انقهرة انغيثيلة انفجأة كياسق فيعني قاقثة كوية دمغتة كمرة بخزية خلمة مثلا نقصة كمجعزلة كمرة كياسق فيعني أثيما ولا يوم وليلة بنطار براتح هم بليل ايه هذا خير نعم نعم يعني بحكيتك عدول تيلا فداخلي مثلا ازاي كنت بنكرياس كم شذرة انسولين طاقم من ديانة كدارة طاقم من ديانة كدارة اولا كيولي انرجي تبرناشة سكر كم شخلت لي يعني سكر ميلي كيول خيلة تبرناشة لا سبب ده قاري لي انرجي بارز يعني انرجي بارز إلى كل سكريات يعني ليلة صحية فكود يوك المزور سكر او كود قاود برناشة إلى بي ساق إنرجي جيبه أخني جامان كيبوخ دوزو كيبوخ تخازو أخني دخي محظوخ الصحتن سو زي كودك بار سكريشن مثلا يعني كودك بار انديوس إنسولين كودك بار فرازات خامن يعني لك يا والإنرجي أكيد كي ما كاوذ كاوذ كناطيري يعني ده يعني دخي يعني السكر كبايش حفيظة قاود كبت أوكي كبايش حفيظة قاود كبت على شكل كما مخو على محكيثة دي الجلايكوجين أوكي دي الجلايكوجين ومن دي خلنا مها كاور قداريل قاود فات برناشة أوكي طيب ده على مود انسولين طايش حفيظة قاود كبد بالطريقة الصحيحة الكبد ليه بتحافظ لتانسولين تداود الستور تانسولين بالطريقة الصحيحة لا أولا نسبة عالية من البوتاسيوم يعني البوتاسيوم كبير البرناشة منه تقريبا 4700 أوكي تدعوية بالكبد تتخازن أد نوع هرمون قاود كبد فده باتخ مثلا قبل داتخ الإخلان كبد تدعوية بنخني منخصخ سكر دي قاود جسم الإنسان المحكوخ الخنم من بي مثلا ميروخن اختنا بقيروخن سؤال كموتن ميروخن ورا داو انخفاض بسكر انخفاض بسكر اوكي احنا ما ميران بنكرياس صنع ترينو سيلز اوكي بيتا سيلز ديك صنع انسولين والفا سيلز الفا سيلز ما صنع جلوكوجين الجلوكوجين داو حتى يعني رغم انام يعني عندي لي دي فارماسوتيكلز يعني دي فارماسيست من ديانه خزيت يعني دكاتره شطاري لي زي ما نوع هرمون كاو داود عضو برناشه هل نفس الهرمون خزيله نويا نسبته عاليه كوري انهبيتر نويا نسبته ناصيه كورينا انهانسمنت داود الهرمون ف برناشة ناخذ سكرية أوكي خزيت يعني وخاصة كنت ناخذ دخن خازخ والقاوي تشارديان يعني تحت الخمسة كتايش هايبو غلايسيميك فما كيول الدكتور كيول الدرمانة يحتوي على جلوكوجين ما كاول تموثق له تسكر قاوي دمه ده احنا طيلاً التريمن ديانا طيلاً بأنه diabetes type 1 أو diabetes type 2 إلي تو أي chronic diseases يعني مزمن إلي أغلبية خاصة دي لي بعمر بشرابة أخي ليه بما رأى أول مدهويله
usually برناشة أو diabetic تقريبا بشكل exceptional لكن باين جيبه. يعني داخلي ما كمخ تقريبا 120 مليون أمريكي they are pro diabetic. يعني ما يعني لبورخيهم تبتشي تداولي مرض السكر. So I have chronic disease يعني chronic يعني تبدا طويلة. العفو تخمن دي؟ لا بس الناخ خبو قارة كما هل أن لمرض الزهايمر علاقة بالسكر وكيف أخنا ولو ميرا يعني بقميوثة أنه مرض السكر من كبار الليل بس أنه بنكرياس بس أنه بكل قشمة وأكيد كم آثر الزهايمر أو التخرونة. تفضل دكتور. الزهايمر ديزيز مرض السكر علاقة بكل أمراض النفسية والدماغية. نعم. أكيد يا زيت لين زي احنا ما ميران ده زيت ميران كبد دائما احنا ما كمخ كبد كمخ كبد يلسنيقة فيتامين كي نعم ويلسنيقة بوتاسيوم يعني بوتاسيوم وفيتامين كي لين إخاء فيتامين كي شغلت من إخالة بوتاسيوم إلى منرو للأسف ما نيران إحنا نيران إحنا كبد نعم. كبد يلسنيقة بوتاسيوم يعني كثير الناس ما كانوا كاميرا أخل موز يعني دايت من كبد بوتاسيوم كافي لازم تخلص 9 بنانا ذا داي يعني تشاء موزات بيوم يعني ليه المجي معقول نعم. فما إحنا نفحص مثلا شكل السبلمنت سبلمنت فيتامينز ديل مثلا بوتاسيوم لأنه يكون محكوية سبلمنت نيتي تحلم لدقيقة آخر كلش مهم يلا أخني تن 13 فيتامين يعني الآن دي لي وتأخذ معرفة طبعا 13 فيتامين دي لي دي لي A و B معرفة. و C و D و E و K دي لي تن تشام النهين إلي تشام النهين دي لي B complex وسي قابلة واتر سولوبل واتر سولوبل يعني ما يعني كميعي قاود ماء بزالي الدورة الدموية وكميعي بزالي الجهاز الهضمي بعدين بطي الزيورن يعني اختينا أنا قابلة واتر سولوبل يعني ما يعني كبشري ذائبة بالماء بشري قاود لشة يتسنيق اللهن يوميا يتسنيق اللهن يوميا قاود فيتامين بي خامن الأنواع فيتامين بي دي البي 12 بيغ بمارا دي البي 12 الليفر الكبير الوحيد بي 12 خازن الليفر يعني كم طالشيه اللي بشاوق له الانسان في الفزالة الدكاترة ما كان يقول لك دكتور كي يقول لك مثلا كي يقول لك مثلا شاف يعني مخاطة ذقع بيرخى اوكي فيتامين بي 12 كان رخي بتسنقطة بي 12 أو مثلاً ناش مشاكل قاود ليبر أوكي خذ يأتي للدكتور من الدرمانة كي ولا كي ولا بي 12 فأي تنخنا الآن يقارن أي واتل صولبو ويتن فيتامينات خنة دي لي A و D و E و K أوكي كما مخلي كلها نران A B و C و D اوكي ميران تريم النهني لي واتر سولوبل دي لي سي و بي واني خمي لي قاري لي فات سولوبل يعني فات سولوبل ميلي خازن يعني كتشي مخزونة قاود فات فلشة لشة من خلال الليفر كمبلطالي بالأوقات سنختة الليهم تفضل العفو العفو دكتور خشوان اتنا اتصال بشكل اخو بدي ارغ اخرته الاث بوقاره او الاث موضع الو تفضل الو الو نعم استاذ الو تفضل احمد الو صباح الخير دكتور ستيفان اهلا اهلا استاذ عصمت تحياتي صديق البرنامج عندي فد مداخله بسيطه تفضل تكون نافعه للاخوه المستمعين وهو انه كثير من المنتجات الغذائية الجاهزة يكتبون عليها sugar free. نعم. فهذه نوع تريك مثل فد يعني خدعة. تغطية الحقيقة. لأنه صح ما بي sugar لكن بي مثلا كربوهيدرات بي دهون فات
فهذا الدهن ايضا يتحول الى سكر. نعم صحيح. يقول في شوجر فري مو معناته ما بي سكر، صح ما بي سكر بس في كربوهيدرات، في دهون، وهاي الدهون ايضا تتحول الى سكريات في الجسم. هذه نقطة مهمة أريد أن أنبه السادة المستمعين إنه لا يخدعون الإعلانات التجارية المكتوبة على المواد الغذائية الجائزة. وشكرا. شكرا للاتصال. شكرا جزيلا أستاذ عصمت. أستاذ عصمت إذا أنت بعدك ويانا لو ندخل السوبر ماركت ونضوع الشلفات مالهم الكاملة اللي هي مملوءة بالأدتس اللي هي genetically modified منها MSG بها أو أشياء يعني تقريبا 90% من السوبر ماركت نعزلها. نعم صحيح صحيح. بالأدتس الموجودة وبالسكريات الموجودة فلا يغرك المكتوب. يعني يكتب لك sugar free وبعدين من تقرأ الفاين برينت مالها يقول هل قد جلوكوز هل قد جلوكوز وهل قد. فانت من تقرأ لازم تكون very careful ايش قد تشتري ايش قد تاكل. فلهالسبب كلش مهم ان نرجع الوقايه بانه ان ناكل شيء طبيعي. نعم هوايه مهم. دكتور اكو سؤال هنا من سيف يقول الفيتامينات اللي ناخذها هي مفيدة للجسم وهل لديها مضار جانبية؟ أوكي. أنا قبل ما نجي على علاج السكر مهم جدا مهم جدا. إذا أنت كنت تأكل بطريقة تأكلها لازم تغير أكل طريقتك. إحنا نشرنا سابقا قلنا الأكل لازم يكون نص خضروات ربع فاكهة والمثني على الفواكه الحلوة تروح على الفواكه الدارك كولر والربع الآخر يكون مقسم. بس اليوم أيضا we will introduce يعني راح نوضح للمستمع موضح خمندي بأنه أكو طريقة أخرى للأكل اللي يسموه كيتو فود وأنواع أخرى مثلا للأكل. مثلا أكو أكل راح نحكي عليه يسموه كيتوجينيك فود وأكو فيجن فود. راح نحكي شوي عليه وممكن بالحلقة اللي الأسبوع اللي يجي نكمل بهذا الموضوع. إذا أنت أو أنتي نجاوبنا بالعربية بسورة ما أحكي بسورة أكيد بسورة تفضل. نعم. انتبت آيت دم شخلتت أرخى دي خلته تدم حملت let's say at least two diabetes ومقللت أعراض التايب 1 ديابيتيز. أنا كنصحنك الشقلة أنطلق من دي أنا الشقلة بروبياتيك أمعاء ديوخ. نعم بكتيريا نافعة ودابا من مانوع مو شمة يعني دخي داوي لأن لك ورقه بشمانة. لازم الشقلة بروبياتيك ولازم الشقلة دي كومبلكس. ولازم الشقلة أوميجا 3 وناويلوخ مشاكل داود لبا يعني نيود ويرا داود عمر. كنصحنا من الشقلة كوكي 10 أربع من ديانا كنصحنا بالإضافة ان كيف تمشخلت طريقة خايديو دوتي بالصحية الشقلة بوتاسيوم الكبيرة مهم تكبت. نعم كبيرة المهم تكبت ودخل ميرا كبت إلى العضو الوحيد اللي داود له داود كبت خاصة أو بجانة دكتور مهم لأن يعني شقلتي ومهم لأن كلك شقلتي لامدوكا
ديلة تجارية. نعم. أنا كنصح أنه الشقلتي من دكانة بكي دي قاود أدمن ديانا لأن مثل مشكلة قاود absorption القاريلة. نعم. يعني ماقت معي. نعم. أنا شو قد قزونتي يعني لك مستفيدت مني أنا أكثر من 10 إلى 15%. بس إذن من دكان خلنا ندفعت 10-15 دولار مش كبيرة. اللي هن absorption level دياني لي 85%. صحيح. دكتور. فمهم إلى شغلة probiotic. نعم. أوكي. To balance your flora. قاري بالإنجليزي. نعم. ولازم شغلة B complex. B complex. دي لي كل أنواع B. فيتامين D. بيكون محكوي قويهن. نعم. والمهم الشغلة فاتي أسيد. المهم الشغلة أوميجا 3. والمهم الشغلة بوتاسيوم. نعم. بشغلة طيب خصورة نظامية بالبداية. بس بعدين من الزمن مقلل أخري أرجو دمتوب لي بقاري فضلي يا دكتور هم من دري لغاوتية لست كوكيتين أول جاكن أمدت كوكيتين يا بس نخص بشقطة طالا تخاطر شمات إذي لأن ده إذي لميلة بروبوياتيك بي كومبلكس فيش أويل أو جود فادي أسيد والتخمي شما خلنا بوتاسيوم بس كوكيتين خاصة يعني بش مقرولة تشمائن كوكيتين احنا نكاوخ لي مثلا كاويل كاويل مشكله داود عضل لبه برناشة كاويل مشكله عضل لبه كاوخ الكوكيتين كاوخ لي اوقات على شكل حبايتين 50 كل غذاء او كاوخ لي على شكل 100 بيومه فما كوري كوري عضل لبه كمقويلة أوني طبعا كوكيتين الانزيم يعني ميل انزيم انزيمات قاعد عربي انزيمات العفو أولا كوكيتين الانتي اوكسيدنت يعني ميل انتي اوكسيدنت مضاد للأكسدة يعني خاف إيتن من ديانا فضلي خادي أم بمروخ مضاد الأكسدة خاصة أشياء سلطانية يعني مكليلة نعم تفضل دكتور آيت بش موضح له مكا وذعون إلى أنتي أكسدن تايخا كناطيري تسيل أوكي كناطيري من هاي كيميكال يعني من ديان كيميائية وقابلة فري راديكال عايدكم تدكم أثري الدم البرناشة وهم هنا ما كاوز كاوز قدانية ليس دامي السيل دي لي دي ان اي دي ايهن بعدين ايضا يتسنيك اتا لبا يتسنيك اتا ليفر يتسنيك اتا كدني يتسنيك اتا بنكرياز ويتسنيك لو امان دي يلقاود لونج تو كوكيتين ما كاول كوكيتين وأوميجا 3 ما كوري عضلات جسم عضلات اللبة خاصة مثلاً الأوميجا 3 أوميجا 3 إلى أنتي سبتك أنتي فانجو يعني المضاد مضاد يعني الكواتس أنتي بايوتيك طبيعي صحيح وكوكيتين إلى أنتي أوكسيدنت فلبة كانت دبارة قوة شهيق وبار أكبر زفير بار كونستراكشن وبار اكستنشن قاود لبا فكوكيتين ما كاوي كاود تعضلات لبا مور على الاستيسيتي قوي يعني ما يعني بشك تدخي سيدي بصورة سهلة وبشك بشك مقويلة على مدنها على مدنها كدنساعد دورة دموية إلى قاود برناشة أرجو يعني مجوب لي بشكل واضح نعم أكيد بس مجانا بس مجانا دكتور العفو بس إن دارخ قاخرت البقارة أستاذ عصمة أنا إثوالي خا بقارة خنا بس لبر المجال دنبقرنا أو مير بحس إخالد شوغر فري دي اللي دها متواجد يعني بقو شوقانة what about brown sugar إذ كبير ناشكم ريك مستعمل خلب قدار خلب كيك قدار خلب إخالة زين أخ إتن مرض السكري هما يعني أكيد دي أث بقاوح الإخالانة فيك دي لا طبيعي إذ كبير منه حليب داخل لأنه كمسقى سكر فهل إيه بداخل براون شوغر
زي احنا استهلكنا ميوران كل بضاعة زوننا يتن كبيرة يتن كبيرة لها كميلة أورانجوز from concentrated. نعم برناشك زاولنا أورانجوز بس لقار from concentrated. نعم أصلا هاي أورانجوز دي وردشتايق أو تشوقها إلى كل مرفقة وكل من دي عندية دي إلي 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 إختيلين وإلي شوكر عادة عادة أين دي زونت ني البراون شوغر ني البراون رايز ني المنديانا انا كده يعني كده شمان حبيوه اكيد كيف هم تداول خطقات بسيطه بانه تتخاز منديان دي ليك في وين الليبل يعني اف دي اي يا هيلث كندا يا هو وورلد هيلث اورجانيزيشن درينا قوانين بانه المنديان كتوتي داخلي قاعد هنا في كندا لازم كتوتي بإنجليزي فرنسي لأن يغدو اللانجويج فقبوخن مثلا أيتي الدزوانة مندي إيضا ميو الدزوانة ناو مندي دي الدزوانة صحيح دي لي بماري زوانة ناو مندي ليبول دي البماري وليو تقريا فاين برنت دي كواجد انرجي بارز انرجي درينك هاي كنت ماخك ماخي شباب الانرجي درينك نعم صحيح هل فعلا اي انرجي درينك كده أي الخدمة محتويات دي كلها كافيين نعم. ولا كلها سكريات. نعم دكتور خمن دي خدنا يعني أخنا ناخ تن كبيرة من شمال نت هذا نسخوث السكر فدائما يعني كحيري لك ذي ديخ شقلي حليوثة كذا تقود كاود تقيت نساخوثة هرك عاجب للشاقل مندي بحليوثة لكن دائما كطبيعة البشرية كل ممنوع مرغوب فمثلا كمين لي بنشقلوخ شاكر ما بخلوخ هربش وخادخ يعني مريرة فكما يثمنا كخلي دوشة يثمنا كخلي ستيفيا يثمنا كخلي ميبل بط if it's organic أو يثمنا كما يهم تمر لأخلوتون يعني أي مندي حليوثة لكخلي فآيت ماك نصحت بهادخ مندي أوكي لين وقت برنامج تقريبا بيوخن لكن ما قد كان وقت العفو خا 5 دقيقة خلنا أسرة أوكي 5 دقيقة سو أنا في عيتم زين شو كنا دراسة بيوضيوادة قاود هرموناتو من ديانا انتشبثت بثايا بس محكي العفو يا دكتور كم انتشبثت بثايا بدم كملو خيات موضوع أوكي أوكي شو قد محكو خلترين من ديانا نعم محكو خلترين من ديانا بس ديو مقدمة تشبثت أشياء بلا أخني لا مشكلة نحني المنديان الليفر ذك خازني وكاوزني نحكو قوين بشكل أسيا وبيوغدوك تكبد الإنسان تكبد فلاو الشولة قاود برناشا نحكو خلطري منديان نحكو نحكو الكيتو فوت ونحكو الفيجن فوت نعم ده أنا خالت مرض سكر أوكي والمرض السكر المعيقة ميل تايب 1 أو ميل تايب 2 أوكي نعم so, بعدين أخلي دخيبا دارو خطري بغزارة التن كيتو فود كاميرو لازم دخلت سات من بصرة ومن ديانة والتن فيجن كان يأخني لا لازم دخلوك لي دخلوا فاديا من خضروات من ديان يروكا بالطوفينارة نعم ليه لازم دي؟ صحيح طيب أنا كده ده بارا شخلافة جاود خاي أولا إذا خمن دي إحني قاروك بلكي بلكي برنا يعني بلكي شمان حبيوه إلي شميها جاوي إلى مندي شمي كيتوسس لكن نيوتن شمي جاوة yeah. لازم يتن شمي جاوة أكيد تفضل إيتن كيتوسس ويتن كيتو أسيدوسس نعم كيتوسس ليه كيتو أسيدوسس يتكبير أنا شيء كني يعني خوخي بن تريمن ديانا أوكي كيتوسس إلى غزي ماكاوت إلى إلى قارين low levels of ketones جاو الدمى يعني ketones ملاي ketones إلى acidity جاو الدمى أوكي ك
كوري اسيديتي وما كوري وكيتوسيس دخل بارع دار نحكو خلا اوكي الى الخنورمال فاكتور بغرض برناشا تكاوز بغرض برناشا كدتكم شخلت يخلتي كدتكم شخلت لا يخلتي مثلا كنت كاوز لا يخلتي بيوم تلقد يوم دي كاو ميكس فيجيتابل نعم ميكس فيجيتابل نعم وربما دي خلتي كويا بروتينز او ان بروتينز كلي من خضروات لا من ديانة حلوية وبعدين 25% بشاكلي من فات كمية وخدمي بمعرى هذا اي كيتو قاري الكيتو ودخلنا نقاري الكيتو دايت انا حاجة بزيد بلخن كيتو دايت كيتو فود ميل بمعرى اخي بمعرى طبعا خمن دي بمعرى يسمعنا كود دم يدي خاله كربوهيدرات يدي شقاله يدي ساقة نسبة السكر جاو الدم كود أخني يغبي وهذا يخاله دينيًا بالطريقة أوتوماتيكيًا ما زيلها وجبان زيل بود هبوط كثير جاو نسبة السكر بشقوقة من كربوهيدرات ومن الستارت أوكي وبالبيوم خمسي حادثة مرة السكر لقبن داوز أدمن دي بدون مراقبة طبيب نعم لأن أدمن دي لازم دورت مراقبة طبيب وتاي يعني تقريبا هاي أدي رأس دادي تبحكو غاو عم بشكدتيا إلى 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 الحلول أو الحل لتاي تو دايابيديز ولتخفيض انجكشن انسولين داو الدم نعم اوكي نعم ف من يخلانا من يخلان دي طاو ليفر طبعا هي علاقه بالليفر كبيره دي جاوت كبد اكيد اوكي او قاريلي كروسيفر كروسيفر في الاوراق يروق العفو تفضلي اني اوراق يروق اللي الاخر مثلا باثره امريكا التنكال بس شت امو ختن دها كبيره من شمائن باثره العراق تام لا تكال ما مشخل بت ايت من يعني اوراق هايني قرنفس مثلا اوريجالا لك اذا نتيب عراق جرجير يعني كل ورقه دي على شكل صليوه خوذ الجرجير أخواتة كيل yes. أخواتة أمو خمن كخضار أنا زور كرنفس روشاد من كاوي طلة ضغج على صليوة إتن لهانا يا ركتة كبيرة طوفيلة أكيد فأنا من ديانا طبعا بورغ مش التفصيل لأن وقت ديان كم داهمنا نعم للفيجن بس بعدين كابا ميروك أوكي ورا بات كاربوهيدرات أخني داخلي محكي لأني خلت نايلة ميكس فيجتابل بروتين بروتين 25% فات 25% فما يغبي هذا أخني بعدين يغبي جبارة تبغرد برناشة تتشاقل طاقة من فات نحكو قوة بالتفصيل بالأسبوع داخل من توقف دي لسة كبيرة أكيد دا باتي له خاطر ما يلو خاني ون فيجن لأن أنا نيون فيجن وباي ذا واي يعني أي كيتو دايت ده طب البديل يعني إلي بيساق قاودت موضوع ويل بروفن يعني من أشهر الدكاترة ومن أشهر الملتان قاود طب نعم بروفن خاصة إلي مبلوخة هم رياضيين كبيرة فعلا طيب ده باطل الفيجنز ما كان يروح أنا لك أخلن من دي حيواني ولا كما فلخن من دي تحيوان أنا بالبير يوني خمين ابن تسخنني يعني ألاها كود بريل برناشا من سفر دبريتا دي سفر التكوين إلى أصحاح 9 سفر التكوين برناشا أو فيجن لا أخل وطسرة صحيح يعني بصر ما تبريل بصر ما تبريل طلطان نوح بصر فيضان يجا ألاهم حكي لهم نوحهم ياليك ما ميري بخلوتهم تسرة بلا فأنا دي لي جماعة فيجن يعني أنا كبيرة احترام طالين طيب أنا داني ون فيجن زين أنا ده دخلن مكس فيجتابلز متفقلن دخلن تلقيت معهون
بروتينز متفقلا دخل القد معهم ربع معهم وربعوت فات 100% منا وباي ذا واي باي ذا واي اديل فيجن اديل فيجن وكيف بدار تغيير قاود تايب 2 دايابيتيز او تايب 1 دايابيتيز كمية الانسولين كش شاقل ربع الاخير دي الهاي فات فات لقدر شاقل لو فات لان لو فات ما كورا كنت كاو لو فات ما كاو كاو تريجر انسولين يعني شاوق خاصة تايب 2 دايابيتيز شاوق شوق production insulin مش كبيرة. نعم. ما لازم الشقلق لازم الشقلق high fat. High fat. بدوك تصرفي وبشق عليه. نعم. وطبعا الشقلق من nuts avocado من ديانا. كوكونات. vegan كبير هذا الموضوع. Yeah. وتخازوخ نسب السكر كبيرة مقلل جدا. نعم. وبعدين طبعا بعد مدة بخدمة واري سابقا ماري مرض السكر لين المرض إلى ديسيبلين إلى ديسيبلين. نعم. تو أنا حمل تحملخ تحملخ باي بس كيبنو العفو تاخذ قرارات فضلي. خشون يعني أي أنت نيا تخراي أني يعني دائما شو تخرخ لي تخاطر شبثة بثاية مكملوخ مية دكثة دي تمطالن إلاح وهم نبتو يعني موضوع دي أنت خاطر شمان عزيز تمتبعي إية برنامج تروشة بثاية بتو أتن كلاثة خرطة أم الدكتور ستيفان جليانا من أثرة كندا وبتو أتن تكملة إية موضوع دي دي للطب البديل وعلاج مرض السكر أخنا من قما يوثت إية كلاثة هل دها ودكتور ستيفان مغزو طالن داخل بالخ قشمن من قوايك بنكرياس ككمتة كطحال معدة يعني هر جهاز هضمي تكملة دي حيلها معدخ دها ويرن من ديان دخا موخ رئيسية من ديان خشون خاصة بش مشوقة ناش كبيت ايذي التفلا من دي ما بوذن فخشون دها بش لكلاثة بش مشوقة بس بشوقوخ لقية التشويق تشبثت بثاية أكيد دكتور ستيفان بميلن الكل من ديان ديخ إبن ترخشوخ بهذا أرخاثة اتفضل دكتور بس بتخذ منا خافي بغرام حكي فأنا ويضا سرعنا من فولطلان دروب 6 أوكي دروب 6 أغزي علاش شو حتى شمي نعم كنت وذ البروتين داود برناشا أغزي إثن النوع قاريلة لامنن لامنن زي لامنن ما كاود قاود تشيز البرناشة لكن ان استعر عدنا يعني اي باو نهاية تخور زبيا اي الشكلة بروتين الجعل شكلة صليوة اد بروتين يشمي لامنن نعم لامنن طبعاً إذا تتصور ناوي بطلعنا نطلع الصورة الأولى والصورة الثانية دم أي ما كاور زي أعلان شاحة شمية نعم. أي الرابط رابط جميع العواصر بين كل خلية جسم البرناشة بين كل خلايا جسم البرناشة وإلى إلى الصليوة بلى وأزمدي تخذ منها دمير فلسة شليحة نعم ميرا ميرا تناسب الصليوة قيت الآني دي لي جهلة كلمة الصليب عند الجاهلين كلمة الصليب كامر الآني دي لي مهيمنانية جهالة بلى أما كامر أخنا دي وخم هيمنانية تناسب الصليوة إلى قوة عالها نعم. قوة عالها وآي أدي برونتين لامنن كاوذ كرابط كلي أواصر تشيوز برناشة مريم عطير أخان ومريم قادش لأخان وكم صالن روخة كتشة بشم ديشة دنباسم كل مريئة وكل كريهة آمين. طبعا يكشكر أخلق دكتور ستيفان جليانا لأن معلومات وخاصة أي ختامة ديتكم مغزتنا غدا معلومة حليثة خشون آن ثلاثة هيمانوثة لازم انت وإنت دا هيمانوثة لأنه بش كبيرة مهادخ توضيح لخشون إيثن فقيانو بسمته وإن شاء الله
شفت البثايه تروش شابت بثايه بتوت امن بيت كلاثه بتاو اتن تكمله تخاطر همن متخرخ شمان عزيزه بتاو اتن تكمله ايت اموخ ات موضوع ديان ديل الطب البديل وعلاج مرض السكر بش بش لما من الدكتور. شكرا خاتي جنان وشكرا رانيا وشكرا استاذ عدنان وشكر لكل يعني المداخلات بس ما جانو طبعا نكشرك كل اني ديت متصل بقاون دكتور ايطالن ان جواي بشمان وبغزاين عن طريقه اب يوتيوب فيسبوك وانا مزت بشمان بش كبيره بش كبيره ده